هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. حلقه الخميس 18 مارس 2021. برحب بكل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا على الفضائيه المصريه وعلى القناه الاولى الفضائيه. صباح الخير يا هدير. صباح الخير عليك يا حسام وصباح الخير على المصريين جميعا. وسؤال حلقتنا النهارده، اقرب طريق لقلبك ايه هو اقرب طريق لقلبك؟ وخليني اروح ابتدي مع حسام واساله، ايه حسام اقرب طريق لقلبك؟ طيب، عشان انا قعدت ابص كده في الكومنتات الناس بعتنها تعليقاتهم، هم يعني معظم الناس كله رايح على المعنى على موضوع، لا على الحب، على فكره ايه اقرب طريق لقلبك لما يحب، اللي هو اتنين زوجين، اتنين مخطوبين، اتنين بيحبوا بعض، بس هو اقرب طريق لقلبك عموما يعني ممكن في العلاقات بشكل عام. في العلاقات بشكل عام، فانا في العلاقات بشكل عام اقرب طريق لقلبي الصراحه الصدق. يعني يا بخت يعني من بكاني ولا ضحكش الناس عليا، واضح معايا وصريح وبتقول الكلمتين اللي بجد احسن 100 مره من اللي بيتلون واللي بيخبي واللي يعني يظهر ما لا يبطن. فالصريح معايا راجل او ست واشيله فوق دماغي، ده اقصر طريق كل الاطراف بالظبط. خليك صريح، يا اتفقنا يا اتفقنا، اختلفنا سلام عليكم، لا عطلك ولا تعطلني ولا زعلك ولا زعلني. صح. بس انت ايه بقى يا اقرب طريق لقلبك؟ انا برضو بتكلم في عموم العلاقات. انا بحس انه الاحترام شيء مهم جدا 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 من جميع الاطراف، وفكره التقدير كمان، انه لما حد يعمل مجهود كبير على الاقل يحس انه بيتقدر، لو انت ما بتبادلوش نفس المجهود لكن بالزبط. هنا تبقى مقدرني، يبقى في تقدير ويبقى في احترام لدورك في العلاقه، سواء صديق سواء شريك حياتك، محسسني بقيمتي في حياتك بالظبط، لانه ده بيفرق جدا 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 بعد كده، بيخلي عندك الطاقه والقدره انك تعمل اكتر وتدي اكتر، لانه طول ما تحس انه في قيمه للي بتعمله ده، طول ما هيبقى عندك طاقه ان انت تدي اكتر. وفي ناس ما مهما عملتي بياخدوا الموضوع عادي خالص، او انه دي طبيعه شخصيتك. تمام، هو راجل معطاء، انت بتعرف هي ست معطاء. تمام، هي مبسوطه حتى كده، حتى بين الاصدقاء، حتى بين الاهل. أيضا ممكن يعني ده بقى وارد، يعني في حد ممكن يكون مشغول طول الوقت لكن بيختار الاوقات اللي فيها مصلحتك وفيها يقدر يقدم لك ايه وبيقدمه، غيره في الوقت ده ممكن يعمل اي حاجه تانية لنفسه. ايوه، يقول لك انا ما طلبتش منها حاجه، هي لوحدها، هي بتتبسط، هي لو ما عملتش كده هتبقى متضايقه. انا ما طلبتش منها حاجه والله، يعني لو بطلت لا انا مش هزعل. عشان كده بقول بقى ايه، يبقى في تقدير للي هي بتعمله. صح كده، انا تقدير اللي هو بيعمله ده بيفرق، وبيقوي علاقاته وبيكون مفتاح كده لاستدامه العلاقه. حلوه استدامه العلاقه دي، واهم حاجه الاستدامه، لانه هي زي اي حاجه في الدنيا كمان، العلاقات محتاجه نوع من انواع الصيانه كل فتره. فالتقدير ده وترميمات والاحترام ده يخليك قادر انك تستدين في العلاقه لفتره اطول، ويكون هو زي ما بقول لك كده الصيانه اللي بتحصل على مدار العلاقه. طب والله موضوع حلو، موضوع استدامه العلاقه ده، عايزين نعمل سؤال عن استدامه العلاقه. خلاص اكيد، بتكلم جد والله، نعمل نشوف كده سؤال، وانتوا ساعدونا برضو، ابعتوا لنا قولوا لنا
نسألكم عن إيه في استدامة العلاقة؟ إزاي مثلا العلاقة تستمر؟ إيه اللي بتعمله وإيه اللي بتتنزل عنه عشان تخلي العلاقة تستمر؟ وخلينا نأكد إنه إحنا مش بنتكلم بس على علاقات بين راجل ومراته، إحنا بنتكلم على أصدقاء كتير بيخسروا بعض طبعاً، قرايب كتير ممكن للأسف الشديد تلاقيهم بعدوا عن بعض، وده يمكن خلق في مجتمعنا شوية حاجات غريبة ما كانتش موجودة. لما تلاقي ممكن وارد، أكيد كلنا عارفين ده، إخوات عندهم مشكلة كبيرة ومتقاطعين، دي حاجة كتير يعني شفنا كتير. صعبة جدا جدا، احنا لا تربينا على ده ولا دي عاداتنا ولا دي تقاليدنا. فيعني خلينا يعني زي ما دايما بوصيك وبوصي نفسي، نبقى رحماء على بعض اكتر في الدنيا. اللهم امين يا رب يا رب بجد، نراعي بعض. طيب احنا عندنا تفاصيل كتير في حلقة النهاردة، هنسافر معاكم ونروح لجنوب سيناء، منى الشرقاوي موجودة هناك، عندنا ليندا، عندنا اخبار، عندنا يعني تفاصيل كتيرة قوي، ومستنيين اجاباتكم على اقرب طريق لقلوبكم ايه. السؤال موجود على صفحتنا على الفيسبوك، مستنيين اجاباتكم ابعتوا لنا، وكمان مستنيين اجاباتكم على اللايف البث المباشر على صفحه البرنامج وصفحه القناه الاولى على الفيسبوك. صباح الخير عليكم، وصباح الخير عليك يا هدير. صباح الخير يا حبيبي. دلوقتي نروح مع حضراتكم لجنوب سيناء ونصبح على منى الشرقاوي ومنطقه من احلى المناطق في مصر. صباح الخير على هدير وعلى حسام وعلى ليندا في الاستوديو، وعلى كل مشاهدينا اللي بيشوفونا وبيتابعونا. واستوديو صباح الخير يا مصر من جنوب سيناء من طابة الحرة. صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيتابعونا النهاردة، اللي بيتابعوا معانا الذكرى أو الفرحة رقم 37 لتحرير سيناء، الحرب اللي أبهرت العالم كله، الحرب اللي فيها قدر المصري أنه مش بس ينتصر على العدو، لا، اللي قدر فيها ينتصر على ذاته ويستعيد ثقته في نفسه وفي قيادته السياسية، وإن هو يقدر كمان يحس إن هو يعمل كل حاجة، ينقب عن كنوز الصحراء ويعيد تعمير أرضه اللي عرف يستعيدها. يوم 19 مارس هو اليوم اللي نقدر نقول عليه مسك الختام لمعارك السلام، اليوم اللي رفع فيه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك العلم المصري على آخر شبر محرر من أرض مصر، واستعادة مصر سيادتها الدائمة إن شاء الله على أرضها بعد رحيل آخر جندي صهيوني مهزوم مكسور من أرضنا الحرة المحررة. جنوب سيناء بتحتفل بالاحتفال الكبير وبالعيد القومي ليها، ومش هنتكلم بقى عن جنوب سيناء اللي ناس كتير مفكرة إن احنا بنتكلم عن محافظة سياحية فقط لا غير، لا، احنا بنتكلم عن محافظة من الطراز الأول بالرغم قلة عدد ساكنيها ومساحتها الشاسعة، لكن المحافظة بقى فيها كمان صناعات كتير وفيها تعدين وفيها حاجات كتير هنتكلم عليها، سياحة دينية هنلاقي، سياحة شاطئية هنلاقي، وكمان بعد افتتاح متحف شرم الشيخ الوضع اختلف على كل المستويات. حاجات كتير هنتكلم عليها النهاردة، ازاي استعدنا أرضنا كاملة بفضل الجندي المصري وبفضل الجيش اللي كان بيحارب في معارك القضاء الدولي، وكمان بفضل أهلنا في سيناء اللي ما سابوش ولا شبر لغاية النقطة 91، وحنحكي كمان حكاية العلامة 91، وحنتكلم عن الست السيناوية وقدرتها على التغيير وقدرتها على إنها تسند بلدها وتسند أهلها. كل ده موجود معنا النهاردة في حلقتنا، بعد ما ترجعوا لي تاني. صباح الخير عليكم من جديد هدير وحسام. شكرا جزيلا ليك يا منى، وفعلا احنا يعني مشتاقين نسمع اكتر عن جنوب سيناء. جنوب سيناء او سيناء ككل من اهم المناطق لكل المصريين، يعني عزيزة على قلبنا كلنا بكل ما تحمله من يعني ذكريات في تاريخ ووجدان الشعب المصري، مش بس من 73 لحين استرداد طابة أو من 67 لحين استرداد طابة، لكن من زمان وزمان، تاريخ طويل يعني من أيام الفراعنة أرض الفيروز. على أي حال منا هتكون معنا من هناك من جنوب سيناء وتحديدا من طابة. خليني دلوقتي نروح داخل الاستوديو، نرجع مرة تانية ونروح لليندا نقول لها صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير حسام، صباح الخير هدير. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير. إيه أقصر طريق بقى لقلب حضرتك يا فندم؟ أقرب طريق لقلبي هو التواضع. أنا بحب جدا الناس المتواضعة اللي هما بيعاملوا كل الناس كويس بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي أو مركزهم، والحقيقة بالنسبة لي أي شخص بيعامل حد بسيط وحش فهو شخص مش كويس. لا يعني بصي أنا بشوف ده، لا ده حاجة أصلاً
بترفع من قيمة البني آدم بالظبط جدا في نظري على طول يعني. وأنا كمان جدا جدا يعني من تواضع لله رفعه. كمان هي هنا تيجي فكرة إنك طول الوقت ماشي بمبدأ جبر الخواطر. صح بالظبط. تعالوا بقى نشوف تفاصيل الطقس مع بعض. اتفضلي يلا. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نبتدي مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس هيكون دافي على معظم الأنحاء، وكمان هيكون فيه شبورة خفيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية المتجهة من وإلى القاهرة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 23، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 18، وأعلى درجة حرارة في أسوان 32. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ولكن قبل ما نستعرض الشوارع والزحمة اللي فيها خلينا نأكد إن الإدارة العامة للمرور بتهيب بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. دلوقتي هنشوف على الخريطة اللي هتظهر على الشاشة ونبتدي جولتنا فيها من مدينة 6 أكتوبر واللي جاي ناحية شرق القاهرة عن طريق المحور. الطريق رايق ومفيش أماكن ازدحام مروري على طول الطريق لحد ما نوصل فوق كوبري أكتوبر في منطقة عبد المنعم رياض. لسه مكملين في جولتنا المرورية وهنروح لمحافظة الفيوم وهنشوف طريق الفيوم الدائري واللي بيشهد سيولة مرورية. هنشوف مداخل المحافظة. الطريق عند مستشفى الفيوم العام وحديقة الحيوان بيشهدوا سيولة مرورية. خلونا دلوقتي مشاهدينا نروح لمحافظة دمياط وهنبتدي فيها من طريق دمياط كفر البطيخ واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية. هنرجع عند طريق دمياط راس البر وبيوصل لحد طريق الهويس وصولا للكورنيش واللي بيشهد سيولة نسبية. هنروح للكورنيش واللي هنبتدي فيه من عزبة الخياطة لحد ما نوصل مبنى المحافظة ومحكمة دمياط القديمة واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح لمدينة أسوان وهنتابع الحالة المرورية هناك وهنبتدي من ميدان السادات وتحديدا من كاتدرائية رئيس الملائكة من ميخائيل ومنها لشارع كورنيش النيل واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية. وانت ماشي على طول الشارع هنلاحظ ان في كثافة مرورية عند منطقة الفنادق، بعد التمركز ده الشارع بيشهد سيولة مرورية. دي كانت فقرتنا المرورية مشاهدينا، وكمان استعرضنا مع حضراتكم فقرتنا الجوية السريعة. دلوقتي هنرجع لحسام وهدير عشان يستكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا جزيلا يا ليندا. شكرا جزيلا. وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم بنبتدي بمجموعة من الأخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم، لكن نروح ونبدأ من الأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أهمها بالتأكيد أنه تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال من رئيس وزراء اليونان تم خلاله بحث الملف الليبي وقضايا شرق المتوسط، كمان مشاركة رئيس الوزراء في جلسة الحوار الاستراتيجي بمنتدى دافوس، وأيضا التكليفات الرئاسية للحكومة بتأمين توافر المستلزمات والأجهزة الطبية وإمدادات الأكسجين لمواجهة كورونا، خاصة طبعا وإحنا داخلين على شهر رمضان المبارك. كل سنة والجميع بخير، المصريين مسلمين ومسيحيين بكل خير. خلينا يعني نكون في طبعا في رمضان في بعض العادات اللي كلنا متعودين عليها، وده يمكن يسبب شويه زياده في انتشار الفيروس. عندنا اخبار كتير هنبداها مع حسام، اتفضل يا حسام. نبتدي اول خبر من موضوع يعني انا بيسعدني جدا على المستوى الشخصي، يعني اذا كان الواحد لما بيروح بيت جديد كده بيدور على جيرانه ويحاول يعني يعمل علاقات صداقة أو جيرة مع الجيران، فما بالك بقى بواحد ساكن في البيت ده بقاله مثلا بتاع 6000-7000 سنة، فعلاقته لازم تكون عاملة ازاي مع الجيران. احنا عندنا في حوض البحر المتوسط حضارات قديمة جدا، من الحضارة المصرية القديمة ومن الحضارة اليونانية وطبعا الناحية التانية الحضارة الإيطالية الرومان، لكن الأقرب لينا اليونانيين. وشفنا كمان يعني مرشدين قد ايه كانوا موجودين في وقت تأميم القناة واليونانيين فضلوا موجودين، ورجعنا دلوقتي في الوقت العصر اللي احنا فيه في خلال اخر 5 سنين قد ايه كان في اتفاقات ما بين مصر واليونان زي اتفاقات ترسيم الحدود البحرية اللي بناء عليها قدرنا نعمل كل الاكتشافات الخاصة بالغاز الطبيعي ونوصل لاكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي ونعمل مع يعني الاماكن للغاز المسال ونبتدي نصدر ونبقى مركز للطاقة. كل ده جه عشان انت على علاقة وثيقة جار ليك وعرفت ترسم الحدود ما بينك انت وقبرص واليونان.
كمان اتفاقية الجذور أو إحياء الجذور ما بينك أنت وقبرص واليونان، وإزاي يكون في تنامي ثقافي ما بين هذه الدول، خصوصا احنا في فترة كان عندنا نفس الحضارة، الحضارة الهيلينستية اللي أسسها الإسكندر الأكبر لما حصل تزاوج ما بين الحضارة الإغريقية والحضارة المصرية. فتاريخ طويل فعلا ما بين مصر واليونان، والوضع الحالي في شرق المتوسط يتطلب مننا أكتر إن احنا نكون حاطين إيدينا في إيدين بعض، لأن في سجالات كتيرة حضرتكم عارفينها في هذه المنطقة تحديدا. ليه الكلام ده؟ عشان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي جاله تليفون، تلقى اتصال من الرئيس اليوناني أو رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وخلال الاتصال ده تم بحث القضايا الإقليمية في منطقة شرق المتوسط وخصوصا مستجدات الملف الليبي، لأن طبعا الوضع في ليبيا زي ما حضراتكم عارفين مع الحكومة الجديدة ودبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة والتوافق ما بين البرلمان والحكومة والأمور الأخرى كمان الخاصة بالتنقيب في الأماكن الخاصة بالغاز والبترول، إلى جانب استقرار الوضع، مصر عايزة حدودها الغربية تبقى متأمنة بكل تأكيد، و اليونان بحكم أنها موجودة في نفس المنطقة فأكيد ليها دور في هذا الأمر. في إطار نفس الاتصال تم بحث التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، اقتصادية وطاقة زي الغاز الطبيعي، والأمنية فيها تفاصيل كتير كان منها كمان الهجرة غير الشرعية اللي كانت بتطلع من مصر من بعض الأماكن في الحدود الشمالية لمصر على الساحل، كان عندنا بؤرة كبيرة جدا جدا كفر مغيزل مثلا لو الناس تفتكر، وقدرنا نسيطر على الهجرة غير الشرعية أو الهجرة غير المنتظمة من الحدود المصرية، مصر كانت نقطة كبيرة وتم السيطرة على هذه النقطة، وكان ده بالتأكيد مع التعاون مع دول جنوب المتوسط. رئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بالتعاون مع اليونان سواء كان على المستوى الثنائي أو على المستوى التعاون الثلاثي مع دولة قبرص. طبعا يا حسام، تعاون اقتصادي واقليمي واستراتيجي بيقرب الفكر، ولما الشعوب فكرها يقرب من بعض التعاون بعد كده بالتأكيد بيكون اسهل وبيخدم كل القضايا وكل الاهتمامات اللي مشتركه بين الدولتين، وبالتاكيد يكون حائط سد امام قوى الشر اللي بتحاول انها تخرب ما بين الدول. نروح مع حضراتكم وخبر اخر، والسيده انصار السيسي قرينه السيد الرئيس حضرت امبارح احتفاليه يوم المراه المصريه، وكتبت على حسابها الشخصي على فيسبوك إنها سعدت بحضوري احتفالية يوم المرأة المصرية وبما رأته من نماذج ملهمة صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات، فالمرأة هي منبع القوة والتضحية وهي دائما أيقونة النجاح. خلينا نشوف هذا الفيديو عن حضور السيدة انتصار السيسي امبارح لاحتفالية يوم المرأة المصرية، ونرجع نكمل بعده مع حضراتكم. إن عيد المرأة المصرية الذي نشهده أيضاً في مارس من كل عام هو تكريم في حد ذاته لليوم الذي ضربت فيه المرأة المصرية نموذجاً للتضحية العظيمة عندما سقطت أول شهيدة مصرية دفاعاً عن الوطن. خالص التحية والتقدير إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وخالص الشكر والامتنان لدعمكم المتواصل لقضايانا. لقد حظت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات، ونجحت في كتابة سطور من نور تزين صفحات التاريخ بعد أن أتيحت لها الفرصة لإثبات قدرتها على التفوق. بقول لكل الحضور كل سنة وانتم طيبين، مناسبة جميلة، الناس كتير بتسأل هو ليه الرئيس بيقدر المرأة قوي كده، فبصراحة هو يعني من خلال معاملته مع والدته تقريبا خد منها كل الصفات الحلوة اللي يمكن كل الناس بتتكلم عنها، فأنا بحمد ربنا ان جه اليوم اللي انا احس ان الوالدة اللي ربت البطل
واللي حمى مصر كلها واللي كل الإنجازات اللي حصلت واللي الناس كلها بتتكلم عنها الحمد لله. بنكرمها. فقد أطلقت وزارة الصحة والسكان بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة. تلك المناسبة الغالية التي تتخطى كونها احتفالاً عابراً إلى كونها مراجعة وتأملاً في حياة المرأة المصرية عبر التاريخ حتى وقتنا الحاضر. السيدات والسادة، كم أشعر بالسعادة لوجودي اليوم وسط هذه النخبة المميزة من النماذج النسائية الملهمة. الحضور الكريم، ولا يفوتنا أن نحتفي في هذا اليوم وهو يوم المرأة المصرية بتضحية من نوع آخر، تضحية ارتبطت بالظرف الاستثنائي الذي نعيشه ويعيشه العالم أجمع، هو جائحة كورونا. فتحية إعزاز وتقدير لكل طبيبة وممرضة مصرية ولكل العاملات في القطاع الصحي التي أسهمنا بالتضحيات النبيلة في إنقاذ آلاف المواطنين المصريين. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي بدوي 38 واللي بتنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني، وده وفق الخطة السنوية للتدريب القتالي لوحدات القوات المسلحة. رئيس الأركان أشاد بالأداء المتميز لرجال الجيش الثاني الميداني في مصر في محاربة بقايا العناصر الإرهابية والإصرار على عودة الحياة الطبيعية لمدن شمال سيناء. كمان القوات البحرية المصرية والأمريكية نفذت تدريب بحري عابر شارك فيه الفرقاطة المصرية شرم الشيخ مع الفرقاطة البرمائية الأمريكية USS Somerset LPD-25، وده في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي. القوات المسلحة قالت إنه التدريب ده بيأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية. لسه مع أخبار القوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكمان قصاصي الأثر لصالح قوات حرس الحدود. قصاصي الأثر اللي هم الناس اللي بيبقوا عارفين الطرق والدروب في الصحراء وفي بعض الأماكن الحدودية، اللي بيكونوا في الأغلب من أهل هذه المنطقة فبينضموا إلى القوات والوحدات العسكرية اللي موجودة عشان يساعدوهم في اقتفاء الأثر، إن هم يتتبعوا حد مشي من هذا الطريق زي ما شفنا في أفلام كتير أو كتير أرى منا للناس اللي لسه بتقرأ، إنه بيبقى فيه تعاون ما بين
أهل هذه المنطقة والقوات المسلحة، ومنهم من يتطوع وبيكون موجود في مكان خدمته في هذا المكان الحدودي مع وحدات القوات المسلحة، كمان بإضافة إلى دفعة المتطوعين واللي بيقطفوا الأثر في دفعة جديدة من المجندين دفعة يوليو 2021. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود، وقبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2021. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أعلن فيه عن قبول دفعة جديدة من الشباب المتطوعين والأدلاء قصاص الأثر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، وكذلك قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2021 اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 مارس 2021، مشيرا إلى أن كل شاب له موقف مخالف يجب عليه التوجه لمكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورا، وذلك للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدي. ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة tagneed.mod.gov.eg. طيب زي ما حضراتكم شفتوا في موقع على الانترنت نقدر نقدم عليه وناخد ميعاد بعد كده لميعاد الاختبارات، او التقديم بشكل يعني عادي من خلال منافذ او مناطق التجنيد والتعبئه، او لو ما فيش بتروح لاقرب مديريه امن موجوده في محافظتك. كمان امبارح قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت مشروع تدريبي لاداره الازمات والكوارث بمحافظه دمياط، وده بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية، والتدريب ده بيأتي في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة أي أزمات أو كوارث بالمحافظات. نروح إلى أخبار الحكومة المصرية، وتحديدا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي شارك امبارح في جلسة حوار استراتيجي نظمها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. دكتور مصطفى مدبولي قال إن مصر حريصة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية، وده هو الأمر اللي احنا منتظرينه في الوقت الحالي، تهيئة مناخ الاستثمار، إصلاح اقتصادي عشان يجي من بره عملة صعبة الناس تستثمر فلوسها في مصر، وكمان في إصلاح في الهيكل الخاص بالبنوك المصرية والقطاعات المصرفية عشان الناس تيجي تطمن وتجيب فلوسها وتيجي مصر. لازم تكون مطمنة من القوانين، تكون مطمنة للوضع، استقرار الاقتصاد، مطمنة للبنية التحتية، مطمنة للوضع الأمني عشان تيجي فلوسها من بره وتحط فلوسها في مصر. بنشوف دول كتير ما يعني ما عندهاش الكلام ده، فما حدش بيروح لها، ما حدش بيحط الدولار فيها، والدولار هي العملة العالمية، فاحنا عايزين استثمار أجنبي، أو مش لازم بالدولار، بالين الياباني، باليوان الصيني، أيا كانت العملة، المهم أن أنت تفتح مجالات للاستثمار الخارجي، وفي المحافل الدولية تستعرض تقول والله أنا عملت تسهيلات كذا وكذا وكذا، والوضع الأمني كذا والاقتصادي كذا. عشان كده ده اللي حصل امبارح من الدكتور مدبولي، وده في إطار طبعا الشراكة مع كبرى الشركات العالمية لاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. طبعا دي حاجة شيء غاية في الأهمية، لأن مؤتمر زي دافوس يا حسام طبعا يعني بيحضروا كبار صناع القرار الاقتصادي حول العالم، وما يتم من استعراض لما تم يعني تطويره داخل مصر، لما تم من إصلاح اقتصادي، لما تم من تنمية ومشروعات قومية، يخدم كمان بالتأكيد الشق السياسي وتنمية مصر لعلاقتها مع دول العالم. كمان احنا لسه مستمرين مع السيد رئيس الوزراء واللي ترأس اجتماع اللجنة الطبية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بكورونا، وقال انه في تكليفات من السيد الرئيس بتأمين توافر المستلزمات والأجهزة الطبية وإمدادات الأكسجين لمواجهة كورونا، وأكد كمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإحنا داخلين على شهر رمضان، ربنا يجيبه علينا بالخير. وما نشهده بقى من علاقات وعادات أسرية مصرية في شهر رمضان، وده بالتأكيد هينعكس على أعداد الحالات للإصابة بكورونا زي اللي حصل السنة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين، وده هنا بيستوجب مننا الحقيقة جميعاً الحرص الزائد والوعي عشان بإذن الله يعني يكون شهر رمضان شهر خير وبركة، ما نحولوش لأزمة تمسنا جميعا لو لا قدر الله
حد عندك كبير في العيلة جرى له حاجة، أكيد رمضان مش هيبقى يعني بنفس الروح اللي أنت عايز تعيشها بيه. فأرجوكم جميعا نلتزم، أرجوكم جميعا وإحنا بنحضر لرمضان بلاش بقى إيه الليستة بتاعت العزومات دي يعني ننساها خالص ونخليها على جنب. خلينا نكون عدد قليل جوه البيت، محافظين على مسافتنا حتى بيننا وبين بعض جوه البيت عشان ما نخلقش أزمة جديدة تضغط علينا جميعا وتتعبنا نفسيا قبل كمان ما هتتعبنا صحيا. بالتأكيد امبارح البنك المركزي أعلن على لسان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري تفاصيل مبادرة التمويل العقاري اللي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح محدودي ومتوسطي الدخل اللي هي خاصة بالشقق السكنية، الناس اللي هتاخد تسهيلات بفايدة 3% بحد أقصى 30 سنة تسدد على أقساط عشان تقدر تاخد الشقة، هيكون لحد الأقصى للشقة، ودي نقط مهمة جدا أرجو من حضراتكم تركزوا فيها لأنها هتهم كل الناس اللي عايز تتجوز جديد أو اللي عايزين شقق. نسبة لمحدود الدخل تمن الشقة ما يزيدش عن 350 ألف جنيه، الناس اللي محدود الدخل ليهم شقق لغاية 350 ألف جنيه سعرها، ويكون دخل الأعزب يعني لو راجل رايح بطوله مش متجوز دخلك ما يكونش أزيد من 4500 جنيه من أول الحد الأدنى أو من أول جنيه واحد لغاية 4500 جنيه ليك شقة في حدود 350 ألف جنيه. تمام مظبوط، من جنيه ل 4500 جنيه دخل اللي مش متجوز الأعزب بطوله يقدر ياخد شقة لغاية 350 ألف جنيه مصري. دخل المتزوج في هذه الحالة ما يكونش أكتر من 6000 جنيه في الشهر من أول جنيه لغاية 6000 جنيه تاخد شقة ب 350 ألف جنيه التمن الكامل ليها. القسط الشهري في هذه الحالة لمحدود الدخل هيبقى كام؟ هيبقى في حدود 1127 جنيه لمدة 30 سنة، دي بفايدة كام؟ فايدة 3% متناقصة كمان لمدة 30 سنة وبعد ال 30 سنة انت بتدفعش ال 1137 جنيه إيجار، انت بتدفعهم قسط عشان بعد ال 30 سنة الشقة دي هتبقى ملكك. تمام؟ نروح للفئة التانية، الفئة التانية متوسطة الدخل، الشقة تمنها ما يزيدش عن مليون جنيه، يعني من أول شقة أم جنيه لغاية شقة أم مليون جنيه، يعني شقة ب 950 ألف جنيه برضو شغال. تمام؟ من أول جنيه لمليون جنيه، ده الفئة التانية في الفئة الأقل اللي اتكلمت مع حضراتكم فيها. وما يكونش دخل الأعزب أكتر من 10000 جنيه، يعني دخل حضرتك يكون من الحد التاني اللي هو 4500، يعني 4500 جنيه لغاية 9000 جنيه في الشهر. دخل المتزوج ما يكونش في هذه الحالة أكتر من 14000 جنيه في الشهر، لما تكون متجوز ما يكونش دخلك أكتر من 14000 جنيه في الشهر. وفي على فكرة قرار إن اللي هياخد الشقة تقريبا اظن في حدود 8 سنين ممنوع يبيع الشقه عشان الناس اللي هتاخد الشقه بالتسهيلات وتدفع اقساطها وتروح بيعها وتاخد فلوسها كاش، لا ممنوع تبيع الشقه غير بعد 8 سنين. وكمان نقطه كمان مهمه هي خاصه بالدخل العائلي، لو انت متزوج دخل العيله كام، انت ومراتك بتعملوا فلوس كام، عندكوا دخول تانية ولا هو مرتبك بس، عشان ممكن واحد يقول والله انا مرتبي 5000 جنيه اصلا انا شغال في الحكومه مرتبي 5000 جنيه بس عندك محل مثلا بيدخلك 10000 جنيه، لو عملت كده مش هتاخد الشقه لان لازم الدخل الكلي يكون الارقام اللي قلنا لحضراتكم عليها. مهم جدا كمان يا حسام انه الشقه تكون متشطبه قبل للاستلام على طول، داخلها المرافق ما فيهاش اي نوع من انواع المخالفات. لو يعني الأم والأب واخدين شقة لكن عندهم ولاد عدوا سن قانوني، هم كمان كل أخ فيهم أو كل ابن فيهم يقدر ياخد شقة لوحده. مهم كده أن احنا نتكلم كمان على أنه لو عندك 30 سنة هيكون عندك فرصة للقسط طبعا وتستفيد منه طبعا لحد 30 سنة، كمان لو عندك 40 سنة هتستفيد لحد كمان 20 سنة. مهم كمان أن احنا الناس بتسأل طب أنا لو شاري شقة من مطور عقاري وضعي هنا إيه؟ لا، الشقة لازم تكون جاهزة على الاستلام، يبقى أنت هتروح تتعاقد مع المطور العقاري، أول ما تكون الشقة جاهزة على الاستلام هتروح البنك عشان تدخل المبادرة، لكن تقدر تتعاقد من قبل كده. كمان في نقطة مهمة إنه الناس بتسأل طب هو الكلام ده هيبتدي إمتى؟ الكلام ده هيبتدي خلال 10-15 يوم، وهنا نقول الميزة اللي حصلت من المشاريع اللي حصلت قبل كده إن البنوك بقى عندها خبرة في الموضوع، بقى عندها إدارات مخصصة لمثل هذه المشروعات. نكمل مع حضراتكم أخبارنا
النهارده والنهارده هتشهد نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول مع مؤسسه مصر الخير لدعم طلاب التعليم المجتمعي والمنح الدراسيه. النهارده كمان هتختتم مديريه الشؤون الصحيه بالقاهره المرحله الاولى من حملتها الموسعه لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسره والصحه الانجابيه تحت شعار حقك تنظمي ضمن مبادره ايامنا احلى. كمان النهارده هيختتم مركز تدريب التنميه المحليه بسقاره ثلاث دورات تدريبيه للعاملين بالمحليات، وابرز هذه الدورات هي تنميه مهارات رؤساء الوحدات القرويه. نروح للاخبار اللي ممكن تكون خفيفه كده، نفك بيها شويه الاخبار الثقيله اللي اتكلمنا فيها والقوانين والفلوس والحاجات كده، شويه اخبار لطيفه نفك بيها اليوم مع حضراتكم. في فيديو كده كان موجود على السوشيال ميديا عجبنا الصراحة، عايزين نعرضه على حضراتكم. هتشوفوا فيل قدر انه يتعرف على الطبيب البيطري اللي عالجه من 12 سنة. الصورة هي موجودة قدام حضراتكم، يعني الراجل ده عالج الفيل الصغير ده من 12 سنة وعرف الدكتور ده بعد ما الفيل اللي قدام حضراتكم كان مد زلمته عشان يستخدمها ويتسلم على الطبيب في يعني مقابلة بالصدفة كده، رب صدفة خير من ألف ميعاد. الدكتور ده اللي كان بيعالج الفيل اللي كان على وشك الموت وكان بيعاني من الحمى وفقدان الشهية وانتفاخ في الوجه والرقبة والمعدة. لا تكون كورونا دي، والله الواحد مش فاهم 12 سنة ايه كل الأعراض اللي عند الفيل ده. وقتها الدكتور ده خد الفيل ونقله لجمعية من جمعيات علاج الحيوانات الأليفة وعالجه لغاية لما تماثل للشفاء. طيب كمان في خبر انه مجموعة من الأطباء اكتشفوا حالة لطفلة لسه مولودة وعندها أجسام مضادة لكوفيد 19، وده بعد ما الأم أخذت اللقاح ضد كورونا خلال الأسابيع اللي فاتت. الأطباء عرضوا تفاصيل نتائج الحالة في تقرير، لكن لسه لم يتم مراجعة الحالة من قبل الباحثين المستقلين علشان يأكدوا على هذه النتائج. طيب دلوقتي هنروح فاصل. نعمل ايه؟ نطلع الفاصل؟ نروح فاصل. نطلع الفاصل. نطلعش ليه؟ يلا نروح شعيب. فاصل، خليكم مستنين، هنرجع بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم باقي فقرات. اهلا بحضراتكم من جديد، وخلينا سريعا نروح لليندا نطمن منها على اخبار الجو النهارده. اتفضلي يا ليندا. الحمد لله الجو دافي، بيتراوح ما بين معتدل لدافي على معظم المناطق الصبح. تعالوا بقى نشوف التفاصيل مع بعض. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان الطقس النهارده هيكون دافي على القاهره الكبرى والوجه البحري، وهيكون معتدل على السواحل الغربيه ومائل للدفء على السواحل الشرقيه ومائل للحراره على جنوب سيناء. هيكون في نشاط للرياح هناك. في شمال الصعيد الطقس هيكون دافي وحر على الجنوب، هيكون في شبوره مائيه الصبح على الوجه البحري والقاهره ومدن القناه والسواحل الشماليه وشمال وسط سيناء. تتوقع كمان الارصاد ان الطقس هيكون برد بالليل على الانحاء كافه. تعالوا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره، وهنبتديها كالعاده من محافظه القاهره، وبتسجل العظمى في القاهره 23 والصغرى بتسجل 13، الاسكندريه العظمى 19 والصغرى 12، مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 12، سيوه العظمى 21 والصغرى 9، بورسعيد العظمى 19 والصغرى 14، دمياط العظمى 19 والصغرى 13، والاسماعيليه العظمى 24 والصغرى 12، والسويس العظمى 23 والصغرى بتسجل 13. هنروح للعريش، العظمى في العريش 20 والصغرى 11، طابة العظمى 23 والصغرى 15، سانت كاترين العظمى 21 والصغرى 10، شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 20، الغردقة العظمى 26 والصغرى 17، الفيوم العظمى 23 والصغرى 12، بني سويف العظمى 24 والصغرى 12، المنيا العظمى 24 والصغرى بتسجل 11، أسيوط العظمى 25 والصغرى بتسجل 11، سوهاج العظمى 27 والصغرى 13،
قنا العظمى 29 والصغرى 14، الأقصر العظمى 32 والصغرى 15، أسوان كمان العظمى فيها 32 والصغرى بتسجل 16، الوادي الجديد العظمى 29 والصغرى 14، شلاتين العظمى 29 والصغرى 18، وأخيرا حلايب العظمى 28 والصغرى بتسجل 18. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لحسام وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا جزيلا ليك يا ليندا، وأكيد هنرجع لك قريب قوي. أوكي. كمان شويه صغيره ان شاء الله. طيب النهارده ذكرى وفاه الفنان المصري الجميل جدا والعظيم جدا الاستاذ يحيى شاهين، يمكن اشهر ادواره على الاطلاق تاكيد هي ثلاثيه نجيب محفوظ ودوره في السيد احمد عبد الجواد، وإزاي قدر يقدر أو قدر يعمل الشخصية دي بحرفية عظيمة، إزاي قدر يبين وجهين مختلفين تماماً في نفس الوقت، إزاي قدر يترجم اللي كان عايز يعمله أستاذ حسن الإمام واللي كتبه الأستاذ نجيب محفوظ، ويطلع الشخص الحازم في البيت اللي محدش بيكسر له كلمة، اللي الكل بيخاف منه، اللي في نفس الوقت اللي بيروح يسهر مع العوالم وينزل الطربوش على راسه من قدام ويعرف علمة واثنين وثلاثة، وازاي دور الوطني في شغله، وازاي اتكسر لما ابنه مات في المظاهرات. يعني دور مش سهل بأي شكل من الأشكال، لازم حد متمكن من أدواته. يحيى شاهين متمكن جدا من أدواته، الورق كويس جدا والقصة عظيمة والمخرج عظيم بكل تأكيد، لكن كمان ممثل كبير له أدوار كتيرة جدا، فجر الإسلام، لا أنام، جعلوني مجرما، دوره في الأرض مهم جدا جدا جدا، يعني له أدوار كتير الأستاذ يحيى شاهين. النهاردة ذكرى وفاته، بنحيي ذكرى وفاته مع حضراتكم ونفتكر الأستاذ يحيى شاهين مع بعض. خلونا دلوقتي نروح لليندا تطمنا على أخبار الطرق والمحاور. اتفضلي يا ليندا. تعالي نشوف بقى أحوال المرور إيه يا هدير بعد ما شفنا إن كان في نوعا ما سيولة مرورية على معظم شوارع المحافظات. هنروح دلوقتي مشاهدينا لمراسلتنا لميا حمدين في أول جولة مرورية ليها عشان نطمن منها على أحوال شوارع القاهرة الكبرى. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك ليندا وعلى زمايلي في الاستوديو وعلى كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. احنا حاليا خرجنا من منطقه حدائق الاهرام اللي بتشهد تطوير كبير لانها ضمن المنطقه السياحيه اللي بتتعمل في محيط المتحف الكبير. خلينا نتكلم كمان على الطريق الدائري اللي فعلا زي ما انت قلتي يا ليندا بيشهد سيوله مروريه النهارده، يعني احسن من امبارح بكتير. الشارع زي او الطريق زي ما حضراتكم شايفين السواء المتجه لمدينه السادس من اكتوبر عن طريق دريم لاند وبيعدي على مدينه الانتاج الاعلامي وغيرها، وكمان اللي بيطلع طلعت الدائري ومتجه للمعادي او متجه لمنطقه المهندسين او طالع صفت لبن. الدنيا هاديه جدا النهارده. كمان كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو وطريق كورنيش النيل ومنطقه ماسبيرو فيها برضو سيوله مروريه واضحه جدا النهارده. خلينا كمان نتكلم على ان الجو النهارده كان لطيف ودافي زي الايام اللي فاتت، لكن طبعا في شبوره مائيه شهدناها كل يوم الصبح وبنتابعها، والاداره العامه للمرور كمان بتعمل غرفة عمليات بتتابع الحالة الجوية، ودايما بتقول للناس انه بلاش ننزل لو مش مضطرين ان احنا ننزل في وقت الشبورة، ولو مضطرين ننزل بيبقى في بعض المحاذير ان احنا طبعا بتبقى شادة حزام الامان معاك، الكمامة بتاعتك، المسافات اللي بينك وبين اي حد من العربيات اللي قدامك بيبقى على الاقل من 4 لـ8 متر، الانتظار طول الوقت ان شغلوا الانوار بتاعة العربية لازم نتابعها، الاطارات كمان لازم نطمن عليها قبل ما نتحرك من العربية، كمان ما ننشغلش بغير الطريق ونلتزم بالسرعة على كل طريق علشان نحافظ على حياتنا وحياة الآخرين. هو دلوقتي احنا طالعين طلعة الدائري بيبقى فيها بعض التباطؤ للسيارات، لكن ما فيش تكدسات ولا حاجة. زي ما اتكلمنا على محور صفت اللبن كمان في سيولة مرورية هناك، ومحور 26 يوليو كمان في سيولة مرورية، وهتابع النهاردة في جولات أخرى مرورية الطرق المختلفة النهاردة، لكن بشكل عام الطرق فيها سيولة مرورية كبيرة. إليك ليندا. شكرا يا لميا. يعني مشاهدينا كانت معانا مراسلتنا لميا حمدين
في أول جولة مرورية ليها، وهنتابع معاها أحوال شوارع القاهرة الكبرى على مدار الحلقة. دلوقتي هنرجع لحسام وهدير عشان يستكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا يا ليندا، شكرا جزيلا. خلينا نروح نشوف الناس قالت إيه أقرب طريق لقلوبكم. طيب يلا. محمد بيقول صباح الخير لهدير والحسام وللجميع، أقرب طريق لقلبي هو طريق الأمل إن بكرة بإذن الله هيكون أحسن من النهاردة. كمان في كرومة الأكلة سمك تحديدا. يعني أكلة سمك تحديدا. عارف إيه اللي هينجز معي. يعني اللي معجبة بكرومة تعزمه على أكلة سمك. هاني كمان بيقول المعاملة والاحترام والطريقة كويسة، وبفرح جدا لما أشوف الناس بتساعد بعض. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في أول الحلقة. بسمة ناجح بتقول الحنية والأمان. طيب كمان السيد يونس بيقول صباح الخير عليكم جميعا، انا اقرب طريق لقلبي اي حاجه تخص بلدي مصر. كريم كريم عماد الدين بيقول قول لي كل سنه وانت طيب يا كيمو في الحلقه. كل سنه وانت طيب يا كيمو في الحلقه، عشان ما تزعلش يا كيمو، عقبال مليون سنه. كل سنه وانت طيب. طيب نجوى بتقول بتصبح على الجميع، بتقول اي حد من معاملته واخلاقه اكيد يدخل القلب، واهم حاجه المعامله الكويسه. الله. بس في كومنت عجبني قوي، نجمه البحر اسمها كده. انا برضو يعني ما بعرفش قوي موضوع الاسامي اللي هي نجمه البحر ومعبود الجماهير يعني على الفيسبوك. ليه مخبي نفسك او ليه مخبيه نفسك؟ يعني كل حد عنده سببه يعني. بس المهم نجمه البحر بقى بتقول ايه؟ قران وديزني، بحب جدا اسمع اغاني او افلام ديزني، بحب جدا البلالين والشوكليت والخروجات والفسح والملاهي والرسم والروايات. انت انسانه جميله. لا هي انسانه جميله دي عايزه تنبسط بس، انا بحب الناس اللي بتحب الانبساط. فرفوش. انبسطي افرحي. ديزني وبلالين وشوكليت وخروجات وبتاع. هو كده. خدينا معاكي. هو كده خدينا اهو ونامي معاكي. ارجوكي. طيب علاء بيقول اقرب حاجة لقلبي هي والدتي وإخواتي بعد كده، وبعد كده برنامج صباح الخير يا مصر، ودي يعني حاجة شهادة غالية علينا جدا. وبيقول إن البرنامج من أحب البرامج على قلبه، وكمان صبح علينا يا حسام وبيقول إن إحنا ندخل قلب المصريين، دي حاجة تشرفنا رأي حضرتك. وكمان بيقول إنه بيحس إن إحنا شغالين بحب وبقلب، وكل اللي شغالين على البرنامج ليهم طعم وروح تخلي المصريين تحب البرنامج، ومن قلبه بيفتخر بينا وبيشكرنا وبيقول لنا انتوا فخر لمصر. بنشكرك شكرا جزيلا. ويعني تعليقك ده يخلينا نبتدي يومنا واحنا عندنا شعور كبير من السعاده والرضا انه الحمد لله ده راي حضراتكم فيه. شكرا جزيلا ليكم. لسه مكملين قرايه الكومنتات بتاعتكم وتعليقاتكم واجاباتكم على السؤال، لكن دلوقتي الثامنه، دقت ساعه الثامنه صباحا، موعد موجز اخباري جديد مع ليندا عبد اللطيف. اليك ليندا. شكرا حسام. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول متابعة عدد من موضوعات التعاون، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط، خاصة مستجدات الملف الليبي. بدوره أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان. اختتمت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة برعاية الرئيس السيسي بالاتفاق على وحدة الأراضي الفلسطينية وإجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
هذا وقد أكد البيان أن المجتمعين ناقشوا بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، حيث تم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة. كما أشار البيان الختامي إلى أن الفصائل الفلسطينية وقعت على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بكل مراحلها بشفافية ونزاهة. كما عبر المشاركون في الاجتماعات عن تقديرهم لدعم الرئيس السيسي للشعب الفلسطيني وعلى الجهود التي تبذلها مصر في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية وبما رأته من نماذج ملهمة صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات. وأكدت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن المرأة هي منبع القوة والتضحية وأنها دائما أيقونة النجاح. نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا باشتراك الفرقاط المصرية شرم الشيخ مع سفينة برمائية أمريكية في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي. يأتي ذلك استمرارا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والتي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتحليل صورة الموقف بالإضافة إلى تمارين المواصلات وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر الأحمر. أعلنت وزارة الصحة أمس خروج 335 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148,424 حالة. وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة و47 حالة وفاة. إلى لبنان، حيث دعا الرئيس ميشيل عون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى لقاء في قصر بعبدة لتشكيل فوري للحكومة. وقال في رسالة وجهها إلى الشعب اللبناني أنه إذا لم يتمكن الحريري من تشكيل الحكومة فعليه إفساح المجال لآخرين قادرين على ذلك. من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف إنه فوجئ بدعوة عون مطالبا الرئيس باختصار آلام ومعاناة اللبنانيين عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة إذا عجز عن توقيع مراسيم تشكيل الحكومة. ورد في مسودة مذكرة دبلوماسية أمريكية أن إدارة رئيس جو بايدن تعكف على صياغة خطة تهدف إلى إحياء العلاقات الأمريكية الفلسطينية المنهارة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وذكرت مصادر إعلامية أن المسودة لا تزال في طور الصياغة لكنها قد تشكل في نهاية المطاف أساسا للتراجع عن جوانب في نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون على انحيازه الشديد لإسرائيل. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير مصر. سريعا دلوقتي هنسافر إلى طابة في محافظة جنوب سيناء، وتحديدا منا هتتكلم عن موضوع المفاوضات لعودة طابة مرة أخرى والخلاف اللي كان على النقطة الحدودية الشهيرة العلامة 91. تفضل يا منا. اهلا بيك يا حسام من جديد. احنا مش هنتكلم عن الخلاف، احنا هنتكلم عن احنا ازاي بنعرف ناخد حقنا كويس قوي.
احنا هنتكلم عن ان احنا ما بنسيبش ولا شبر من ارضنا، هنتكلم عن كنز مصر الحقيقي اللي هو رجالتها، هنتكلم عن الكنز اللي ما بيخلص ابدا والحاجه اللي هتفضل موجوده وصاينه مصر ابد الدهر، رجاله مصر اللي ما بيسيبوش ولا شبر، وما بيسيبوش مش بس بالشبر، ما يسيبوش ولا سنتي كمان، ما بيسيبوش حتى اي ذره تراب تخرج براها. مصريين على امتداد الحدود كلها ما بيسيبوش اي حاجه تحصل من غير ما يبقوا متابعينها ومن غير ما يبقوا عارفين فيها. انا عندي قصه كده يمكن مشهوره جدا للشيخ مسمح كبيش، قد ايه كان مهتم جدا ان هو ما يسيبش ولا مليمتر زي ما بنقول. العلامه 91 العدو الصهيوني حاول ان هو يغير من معالم جزء من سيناء الحبيبه وجزء من طابا علشان يقدر يحاول يدخل كيلومتر جوه ارضنا اللي ما ينفعش ياخدوه بالاحتلال اللي عرفنا نخرجهم منه، واللي ما عرفوش ياخدوه برضو من خلال التحكيم الدولي حاولوا انهم يغيروا معالم هذه المنطقة، لكن بدو سينا صحيين وفايقين وعارفين ارضهم كويس قوي، سواء كان صخور او حتى عدد شجر الدوم اللي يخصنا. تفاصيل كثيرة هنتكلم دلوقتي مع حفيد الشيخ مسمح كبيش، وهنتكلم معاه أكتر يعني إيه العلامة 91 وإزاي عرفنا نرجع تاني أرضنا. أهلا وسهلا بيك، منورنا على الهواء الشيخ سلامة مسمح، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم على حياتك، وصباح الخير على كل المصريين، ونقول لهم كل سنة هم طيبين، وبنهنئ القيادة السياسية على عيد تحرير طابة، وبنهنئ الشعب المصري كله على عيد طابة 32 استرداد آخر جزء من أرض سيناء اللي احنا جبناها بالحرب، جبناها جزء كبير منها بالحرب والسلام، وما زلنا احنا مصر بتحارب لحد النهاردة، سواء كنا بنحارب الاحتلال الإسرائيلي واليوم احنا مصر بتحارب الإرهاب، وإن شاء الله ربنا هينصرنا في كل حرب بنخوضها بإذن الله. وكأن الحرب كتبت على رجال سيناء إنهم يفضلوا دايما سند لبلدهم، وإنهم يفضلوا دايما هم خط الدفاع الأول لبلدهم. لو بنتكلم بقى عن العلامة 91، قصة العلامة 91 المشهورة جدا، خلينا نبتدي أصلا من فكرة العلامات للي مش متابع واللي لسه صغير في السن وبيتعلم تاريخ البلد، خلينا نحكي له إيه أصلا حكاية العلامات دي. هي العلامة 91 هي آخر علامة موجودة عندنا على الحدود ما بين مصر وما بين فلسطين. العلامة دي احنا ممتدين من أول رفح لحد طابة، من البحر لحد للبحر، من البحر الأبيض للبحر الأحمر. فعندنا العلامة 91 حضرتك دي حاولوا الإسرائيليين أنهم يرحلوها كيلو من مكان ما هي عليه، من العلامة 91 لغاية العلامة 89 أنهم يرحلوا كيلو ده اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي بنتكلم منه، اللي هو فيه فندق طابة وفيه شجر الدوم في وادي طابة، يعني هي بالضبط كيلو. فالكيلو ده كان الإسرائيليين عاملين فيه منشآت وعاملين فيه فنادق وعاملين فيه منتجعات، فكان هم صعب يعني صعبان عليهم ازاي يطلعوا من الكيلو دوت. فهم حاولوا انهم يوهمونا ان طابة دي في وادي اسمه وادي طويبة جنبينا ملاصق لوادي طابة، فحاولوا ان وادي طابة طويبة ده يحل محل طابة ده خلاص كده الحدود. فمن العلامات اللي موجودة 91 ان في علامة صخرة كبيرة كان موجودة ما بين فلسطين وبين مصر قبل الاحتلال الإسرائيلي، فالعلامة دي موجودة فوق تبة الجبل في التخطيط الحدود السابق ما بين فلسطين وبين مصر. فالعلامة دي الإسرائيليين شالوها بالهليكوبتر وراحوا بعيد عن مكانها، راحوا رد منها حركوها من مكانها وراحوا رد منها في مكان ما، فكان موجود الشيخ مسمح شاهد على الكلام دوت. فطبعا خلاص هو لا حول ولا قوة في وسط الاحتلال اللي موجود. فإحنا لما جينا نسترد طابة والمفاوضات والخرائط واللجنة التحكيم اللي جابت لنا طابة وكل الأحداث اللي حصلت دي، كان من ضمن الحاجات أو من ضمن الشهادات اللي موجودة وإن الشيخ مسمح شاهد على العلامة، والعلامة دي هو خد الناس وراهم العلامة موجودة فين ومحفور لها ومدفونة فين بالظبط. فطبعا ده إن إحنا النهاردة يوم الإسرائيليين طبعا ده طبيعتهم إن هو يخفي الحقيقة، تمام؟ فاحنا قلب الحقائق وطمس الحقائق واطلاق الشائعات، وان علاقتهم طيبه بكثير من البدو علشان كده هيبقوا واقفين في ظهرهم. بالعكس واضح جدا الدور الوطني البدوي في الوقت ده، وقد ايه بين بدو سينا انهم دائما وابدا في دعم قيادتهم السياسيه وفي دعم بلدهم وفي دعم تراب ارضهم. هما بدو سينا يعني لا شك هما جزء من الشعب المصري، والشعب المصري جزء منهم. احنا ما فيش ما بين يعني
لا فيه بدو ولا حضر، احنا كلنا في الحرب واحد، واحنا في الفرح احنا كلنا مع بعض. فبالتالي فعلا هم الاسرائيليين كان يدعوا انهم هم يعملوا لصالح البدو وان بس، ولكن هو اصلا البدو كان مفروضين عليه ان هم ما مشيوش من ارضهم، فبالتالي هو لازم يتعامل معهم. وهو دي طريقه الاحتلال الصهيوني، ان هو يتعامل مع اللي موجود، المهم انه ياخذ الارض. وفعلا هو احتل الارض، ولكن يعني ابناء سيناء مع رجال القوات المسلحه، فعلا في تضحيات كتير من ابناء سيناء مع رجال القوات المسلحه، وما زال بدو سيناء هيضحوا، ولسه وراهم مهمه كبيره هيضحوا عشان الله يعين. خلصتوا يعني الاحتلال الصهيوني الغاشم وطردناهم شر طرده، دلوقتي بتكملوا الحرب مع رجال القوات المسلحه ومع الشرطه ضد الارهاب، يعني حمل كبير على رجالة سيناء. خلينا نقول ان ما انتهتش القصة فقط عند اثار العلامة 91، تحولت لشجر الدوم. شجر الدوم الموجود والمتوارث سنين وسنين موجود، وجزء من المنطقة وجزء من الشكل اللي احنا متعودين عليه لطابة. ايه اللي حصل بقى؟ ليه حتى الشجر مش عايزين يسيبوه؟ لا، ما هو اصل الناس دي عشان زي ما احنا قلنا، عشان يقلب الحقيقة لازم ياخد اثر. فشجر الدوم ده من ضمن العلامات المميزة في هذا الشريط، ومش موجود منه في حتة تانية بالشكل ده وبالكثافة دي. فهم حبوا انهم حاولوا ياخدوا شجر الدوم، حاولوا يشترون الشيخ مسمح، حاولوا يسوموه. الشيخ مسمح رفض لانه معاه السكوك اللي هو بيتوارث السكوك دي من ايام مين؟ من ايام اجداده، يعني هو بيورث ملكية الدوم عن اجداده. كل جد بيورث التاني، بس ما ورثهاش لي، هو ورثها للقوات المسلحة، هو سلمها للدولة يعني للأصل بالظبط كده. فحاولوا يشتروا منه شجر الدوم، عرضوا عليه كتير، ولكن الشيخ مسمح رفض. الشيخ مسمح قال لهم أنا مش هبيع شجر دوم، ولا شجر الدوم ده ملكي. لدرجة أن الحاكم العسكري للمنطقة دي راح للشيخ مسمح وقال له الإسرائيلي المحترف الإسرائيلي يا فندم، ساعتها قال له هتبيع يا شيخ مسمح؟ يعني هتبيع؟ قال له أنا مش هبيع لو هتضربني بالمسدس اللي معاك. أنا الشجر ده ملك مصر، وأنا ما أقدرش أبيع ملك مصر، ولا معايا صك ولا معايا ورق ولا معايا أي حاجة، أنا ما أملكش حاجة في الورق. هو فعلا غضب، يعني سبب الموضوع ده اتغضب عليه لغاية لما الناس دي خرجت من سينا من هنا. نقدر نقول إن فكرة شيخ القبيلة كانت متجسدة جدا في جدك، سواء نضال سواء دعم من قبيلته، والفكرة فضلت موجودة ومستمدة ومتوارثة لغاية ما وصلت لك شيخ يعني مسمح، بالرغم إن أنت صغير في السن. والله يا فندم، هو يعني دايما كل واحد بينضح زي ما بيقولوا بأصله، فأكيد هو ما عملش غير الواجب والمفروض يتعمل. واحنا حضرتك احنا مكملين على اللي هو الشيخ مسمح مكمل فيه، واللي الاصول مكمله فيه اصلا. شيخ سلامه، احنا متعودين ان احنا لما نيجي نقول شيخ قبيله بسيناء احنا صورتنا اللي احنا متعودين عليها رجل مسن يعني، او رجل كبير في السن له كلمه مسموعه ويستطيع ان هو يوحد ويقرب وجهات النظر بين الاطراف المختلفه في القبيله في حاله النزاع او الخلاف لا قدر الله. احنا شايفين شيخ مختلف حتى وان كان شيخ القبيله، ولكن احنا شايفين شيخ صغير في السن. عمرك كم سنه شيخ سلامة؟ انا عندي 32 سنه. وحظك من التعليم كان موجود ومتوفر؟ يا فندم، حضرتك حاصل على بكالوريوس حقوق. يعني الشكل شيخ القبيله تغير يعني في ظل التطوير وفي ظل التنميه اللي بتحصل لسيناء؟ والله يا فندم، يعني انا اولا يعني انا بشكر الاهلي من قبيله الاحيوات انهم هم موافقين عليا ان انا ابقى امثلهم في هذا المنصب او في هذا المكان يعني بالتزكيه منهم هم. تمام، فعلا هي فكره شيخ القبيله ان هو يبقى حد صغير، دي فكره جديده او فكره يعني مش متداوله في كل المجتمعات، ولكن هي دلوقتي حضرتك انا من جدي هو الشيخ القبيله الموجود هنا، فالناس مشكورين يعني حبوا ان انا اكمل المسيره مكانه، وان انا ارعى مصالحهم على يعني حسب الاعراف والتقاليد البدويه. اما احنا بالنسبه للقضاء العرفي والمشاكل العرفيه، انا فعلا واحد من الناس انا ما عنديش خلفيه كافيه عنها، ولكن في شيوخنا الكبار كل المواضيع دي بترجع لهم، وهم عندهم خلفيه كبيره عن القضاء العرفي وعن حل المشكلات العرفيه والكلام دوت. ولكن هو شيخ القبيله برضه
مش يعني شيخ القبيلة مش كل حاجة بتخصه، يعني هو شيخ القبيلة هو همزة وصل ما بين أجهزة الدولة وما بين المواطن السنوي، عشان حتى يبقى في تقريب لوجهات النظر. دي خصوصية القيادة التنفيذية لسيناء أو لمحافظة جنوب سيناء، مراعاة الشكل والعادات والتقاليد القبلية، وفي نفس الوقت تطبيق القانون المصري، وفي نفس الوقت كمان سيطرة الدولة على كافة أطرافها كما هو معتاد، وهو كما زي ما احنا عارفين وعهدنا بالدولة المصرية القوية. هو دول حاجه يعني ما فيش حاجه خارج سيطره الدوله المصريه، احنا كلنا تحت سيطره الدوله المصريه. تشجيع ان الشباب يبقوا مشايخ، يبقوا حتى هو ده التمكين اللي الرئيس اتكلم فيه، هو ده الرئيس قال فرصه الشباب، حتى الوزراء هيبقوا شباب، فليه حضرتك حاسدني ان انا شباب؟ يعني ده خلاص ده هو المستقبل. فرحانه بيك يا شيخ. فبالنسبه للقضاء العرفي هي عرف وتقاليد فقط، هي لا تلغي القانون، القانون الدولة للمنازعات والمصالحات والمشكلات بتحصل، ولكن القانون العرفي هي بيعتبر ان احنا يعني القبيلة بتعتبر أسرة واحدة، فبيحلوا مشاكلهم داخلهم، انما ما فيش قانون فوق القانون، احنا عندنا بس عرف وتقاليد، تأكيدا على العادات والتقاليد، وتأكيدا كمان على روح الود اللي احنا عايزينها تفضل موجودة. بالظبط كده، وان شاء الله في الاول وفي الاخر يعني كل ابناء القبيلة اولاد اعمام، واحنا مهتمين جدا ببقاء وبقوة الروابط الأسرية اللي بتميزنا كمصريين. اكيد طبعا، أكيد. شيخ سلامة، إحنا سعداء بوجودك النهاردة، سعداء بإن إحنا معانا شيخ قبيلة من الشباب، تنفيذاً للتمكين وتنفيذاً للتطور اللي بتشهده سيناء، وكمان إحنا سعداء بإن إحنا موجودين بهذا المكان أمام الساحة اللي رفع فيها العلم المصري، يمكن هي ظاهرة معانا في الخلفية، هو ده العلم اللي تم رفعه وإعادة رفعه من جديد منذ 32 عام، وهيفضل على طول مرفوع وبيرفرف. نورتنا وشرفتنا شيخ سلامه، شكرا لوجودك، شكرا لكم يا فندم، وشكرا لاحيائكم والذكرى ال 32، وان شاء الله نحييها كل سنه باذن الله. شكرا لوجودك معانا حسام وهدير، راجع لكم تاني، عندنا فقرات كتير وعندنا مواقف كتير مهمه هنتكلم عليها بعد لما ترجعوا لي تاني، اتفضل. بشكرك يا منى، وطبعا سينا الارض الغاليه علينا جميعا، سينا المرويه بدم ابطالنا الشهداء. الحقيقة أن الدولة المصرية من أهم أولوياتها وعلى رأس أولوياتها تنمية سيناء اقتصاديا واجتماعيا وصناعيا وحرفيا. شفنا يعني التجمعات البدوية، شفنا كمان فكرة المحاولة على الحفاظ على التراث البدوي، التراث السيناوي، أنه يرجع ونرجع نشوفه تاني، ونشوف يعني معارض لهذه المنتجات، والناس تفضل مقبلة عليها، لأنه الحقيقة أنه مفيش زيها. خلينا نروح مع حضراتكم ويعني الأطباء اللي هم خط الدفاع الأول، بقالهم أكتر من سنة الناس دي يعني اشتغلوا شغل، هم طول حياتهم بيشتغلوا، لكن دلوقتي احنا بقينا شايفين شغلهم بزيادة، بقينا شايفين أهمية وجودهم في حياتنا. النهاردة يوم الطبيب، وهم يعني حقيقة بياخدوا معركة قوية، ومعركة ضد فيروس لحد دلوقتي المعلومات عنه معلومات ضعيفة رغم كل الأبحاث اللي بتحصل. حانوا هم بيعملوا مجهود كبير جدا، محدش لا يقدر يتجاهله ولا يقدر ينساه، هنفضل طول الوقت لما الأزمة دي تعدي فاكرين قد إيه، وعلى مر العصور أزمات تانية كتير هم كانوا جيشنا فيها، وهم كانوا أبطالنا فيها. النهاردة يوم الطبيب 18 مارس، خلينا نقول لكل طبيب كل سنة وانت طيب، وكل سنة وانت فقر لينا، وكل سنة وانت سند لينا جميعا، وكل سنة وانت الطبيب والمداوي، ربنا يديكوا الصحة والعافية، وتفضلوا قادرين ان انتوا تكملوا في هذه الجائحة الكبيرة. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. في يوم الطبيب، الجيش الأبيض في مواجهة قوية ضد كورونا. الاحتفال بيوم الطبيب المصري هذا العام يأتي في أجواء مختلفة يعيشها أطباء مصر لخوضهم معركة قوية ضد فيروس كورونا. وفي مثل هذا اليوم من كل عام تحتفل مصر بيوم الطبيب لكونه يوافق ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبو زعبل في 18 مارس عام 1827. ويتم خلال هذا اليوم تكريم
تكريم الأطباء المتميزين في كافة المحافظات. ففي عام 1827 أسس محمد علي مدرسة الطب استجابة لاقتراح الدكتور كلوت بيك، وكان مقرها في البداية في أبو زعبل لوجود المستشفى العسكري بها من قبل. فتم إنشاء المدرسة بالمستشفى نظراً لتوافر وسائل التعليم الطبي والتمرين، والغرض منها هو تخريج الأطباء المصريين للجيش. ثم صار الغرض عاماً بعد أن أصبح الأطباء يؤدون الأعمال الصحية لعامة الناس. وبالفعل اختارت الحكومة للمدرسة 100 تلميذ من طلبة الأزهر، وتولى إدارتها وإدارة المستشفى الدكتور كلوت بيك، وضم لها نخبة من الأساتذة الأوروبيين، وكان غالبيتهم من الفرنسيين الذين يدرسون علوم التشريح والجراحة والأمراض الباطنية والمادة الطبية وعلم الصحة والصيدلة والطب الشرعي والطبيعة والكيمياء والنبات. أهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية. عايزين نروح لمبادرة كده لطيفة، وإحنا طول الوقت هنا في صباح الخير يا مصر بنحب المبادرات اللي ممكن تكون مهتمة بالفن أو بالثقافة والقراية وإعلاء الذوق مرة تانية، يكون في حاجة حقيقية الناس ترجع تقرأ على أقل تقدير. في صالون ثقافي اسمه إدراك بيقدم مجموعة من الفعاليات الثقافية للأطفال، يعني خيمة للحكايات عشان تقدم لهم معلومات عن التاريخ والحضارة المصرية القديمة. فكرة الصالون حققت ردود أفعال إيجابية، صاحبة الفكرة بتحاول تعممها في أماكن مختلفة عشان يبقى في استفادة لعدد أكبر من الأطفال. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن صالون إدراك الثقافي من المؤسسة له الأستاذة منة الله عزوز. صباح الخير أستاذة منة. صباح الخير يا حسام، صباح الخير يا مصر. صباح النور عليكي ويومك صباح سعيد. صباح النور. احكي لنا بقى أحسن. إيه صالون إدراك؟ إيه اللي بيحصل فيه؟ مكانه فين؟ إيه الأطفال بيجوا إزاي؟ صالون إدراك الثقافي بدأ كفكرة إن إحنا نعمل بوك كلاب ونعمل نشر فكرة الكتاب وانتشاره مرة تانية بين مجموعة الناس الموجودة داخل مدينة 15 مايو. وبما إني أنا أم عندي أطفال حبيت إن أنا أطبق نفس الفكرة أو الأسلوب اللي أنا عاملاه في البوك كلاب الكبير، وطبقته على مجموعة من الأصدقاء الأولاد عندي، وعملنا فعلا قعدة جميلة جدا. وبدأنا بأول بوك كلاب مع الكاتب هشام عيد رواية سلطان. والفكرة لو أنا بطبقها كنت يعني عندي تشكك إن هما ممكن يقدروا ينفذوها وهيقبلوها ولا لا، خاصة إن الأولاد عندنا مرتبطين بالموبايل بشكل كبير جدا. يعني بتقعدوا بيقعدوا معاكوا وتدوا لكل طفل نسخة ويقرأ معاكوا، ولا حد بيمسك الكتاب وبيقرأ للأطفال زي دايرة قراية؟ لا هو الفكرة كلها أنا لما بدأتها وبدأت أطبقها قلت لهم إحنا هنعمل حاجة إن إحنا هنجيب الكتاب ونوزعه عليكم مثلاً أول الشهر والمناقشة هتبقى آخر الشهر، وكل واحد فيكم بيقرأ كتاب لوحده وبعد كده بنناقش فيه آخر الشهر لما نقعد مرة تانية. بالضبط كده مع حضور الكاتب يعني. وفي الفترة البداية كنت بعمل لهم زي جلسات ازاي نقدر نقرأ الكتاب وازاي نفند المواضيع اللي احنا بنتعرض ليها داخل القراءة نفسها، لان هم بالنسبة لهم الموضوع كان جديد. أستاذة منة، سنهم قد ايه الاطفال؟ وعلى اساس السن بيتم اختيار الكتب؟ ويعني هل طبعا التركيز بيفرق من سن لسن، وهم تقبلهم لفكرة القراية عاملة ازاي؟ لانه تنمية النشأة خلينا نقول انه من اهم الحاجات اللي الدولة المصرية دلوقتي بتهتم بيها، فكرة التنمية يعني الأسرية كمان بشكل عام، والدور الهام جدا للأم المصرية في هذا. صباح الخير يا هديري الأول. صباح الخير يا فندم، اتفضلي. صباح النور. أنا عايزة أقول لك إن البداية وقت تطبيق الموضوع كنت فاكرة إن الفكرة كانت مش هتلاقى مثلا استحسان عند الأطفال، خاصة إن هم ملولين من ناحية القراية شوية. صراحة الأولاد أبهرونا وأبهروا الكتاب اللي هم جم فعلا وناقشوا معاهم الكتب،
اتضح ان احنا عندنا اطفال واعية جدا، قادرة على انها تتحلل وتفند وتستوعب المادة اللي قدامها او المادة الادبية، وعندهم قدرة عالية قوي على ان هم يبدعوا كمان. الموضوع ما وقفش عندنا لمجرد ان هم بدأوا يقروا بس ويحللوا او يناقشوا مع الكاتب، الموضوع تطور معاهم، بدأوا هم كمان يشوفوا احنا عندنا قدرات ان احنا قادرين نكتب، وانا قادر ان انا اكتب قصة وقادر ان انا اعمل زي كده. ايه اللي انت متخيلة ان هو يعني نقدر نخلق مبدع صغير من سن كام تقريبا؟ انا عايزة اقول من سن 5 سنين. انا عندي اطفال البداية بدأنا مثلا من سن 7 سنين على اساس ان هم يكونوا قادرين يستوعبوا القصة اللي هم بيقروها، بس لما كان في اطفال عندي بتيجي ليهم اخوات صغيرين فطلبت منهم ان هم يجوا يحضروا معانا. عايز اقولك وهم قاعدين يدخل كده في الاجواء من وهو عنده 4-5 سنين عشان يحس باهمية القراية. وفعلا لما بيحضروا معانا البوك كلاب بيكونوا قاعدين ملتزمين ومع حكايه القصه. يعني انا بقول للامهات عندي اللي بيقابلوني مثلا اقول لهم وانتوا بتقروا القصه اشرحوها للاطفال الصغيره هتلاقوا منهم استجابه قويه جدا. عايزه اقول لك ان الاطفال الصغيره كانت اكثر التزاما كمان. طبعا لان هم يعني كمان بيبقوا شايفين يعني انه دي هتخليهم يكبروا ويدخلوا في الموضوع ده لو كان ملتزم، فبيبقى حافز ليه. حافز ليه، وكمان الموضوع مشوق. يعني ان انا اقرا كتاب واقرا روايه والاقي الكاتب جاي حاضر معايا، الموضوع بالنسبه لهم رائع. عظيم. يعني حاجه قيمه كبيره جدا يعني. الحمد لله الموضوع. ميرسي جدا، اشكرك استاذه منى الله عزوز، صباح الخير عليكي وشكرا جزيلا على وجودك معانا. طبعا فكره القرايه والقرايه في سن صغير ودور الام في الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. تلاقي كل الامهات بتشتكي ان القرايه في سن كبير، لا بقى في كبير بيقرا ولا في صغير بيقرا. ما انت عشان تيجي تقول له بقى وهو كبير بيبقى الموضوع تاخر شويه. فانك من وانت صغير يعني نلحق تدرس الموضوع ده فيهم مهمه جدا. الامهات طول الوقت بتشتكي ان الولاد قاعدين قدام التلفزيون على طول، الولاد ماسكين التليفونات او الايبادز على طول. هي بقى الفكره هنا في دورك وهم صغيرين ان انت تركزي قوي في الموضوع ده، تختاري لهم المواضيع اللي تحوز اهتمامهم وتخليهم يهتموا بالكتب ويحبوا الكتب ويعرفوا قيمه القرايه. لما تلاقي عندهم هم في سن صغير معلومات كتيره عن مواضيع هم بيهتموا بيهم بيها ده هيشجعهم ان هم يقروا. بالتاكيد. طيب احنا نخرج لفصل سريع جدا، نرجع لحضراتكم مره ثانيه نكمل معاكم. صباح الخير يا مصر، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية ولسه مكملين معاكم صباح الخير يا مصر. وعايزين نروح مره تانية سريعا الى طابه، وفي ظل الاحتفال بذكرى رفع العلم المصري على طابه منا معاها لقاء على الهواء مباشره مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اللي بيستعرض فيه الخطه الاستثماريه للمحافظه وتفاصيل كتير وذكريات بكل تاكيد هتسالوا عنها منا عن هذا اليوم في تاريخ مصر. اليك الكلمه منا. شكرا لك يا حسام. النهاردة نقدر نقول إنه يوم جديد من أيام الشموخ وأيام السيطرة المصرية على كامل أراضيها وعلى قدرتها وإظهارها دايما إنها دايما مسيطرة على بلدها وبتنميها مش بس بتسيطر وبس. سنين طويلة كانت سيناء عندها مشكلة فإنها بتقول إحنا رجعنا لكن مش حاسين إن إحنا رجعنا ما فيه كفاية. السينوية كانوا بيقولوا عايزينكم تاخدوا بالكم مننا كويس زي ما إحنا كمان خدنا بالنا من أرضنا وحافظنا على مصر وخدنا بالنا منها، أنتوا كمان خليكم فاكريننا وخليكم واخدين بالنا منها. يمكن هو ده اللي إحنا بنحصده وهو ده اللي إحنا شايفينه دلوقتي. شايفين سيناء عصرية بثوب عصري لا تتغير أبدا عن تقاليدها ولا بتغير أبدا الشكل اللي هي متعودة عليه، ولكن بشكل أكثر تحضر مع الحفاظ على الحضارة المصرية. النهاردة سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء موجود معانا ومنورنا، وإحنا موجودين في مكان رفع ساحة العلم المصري أو في الساحة اللي تم فيها رفع العلم المصري واسترداد أرضنا كاملة واسترداد السيادة المصرية
كاملة مرة تانية على أرضها. سيادة اللواء صباح الخير، وأهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعيد الأيام الفرحة دي ويكترها، ونبقى دايما فرحانين وإحنا بنحتفل بأرضنا كاملة متكاملة متطورة وكمان متنمية. الحمد لله. إحنا يعني لازم من هنا الأول نوجه التحية الكبيرة لكل شهيد وكل جندي من جنود القوات المسلحة اللي بذلوا الغالي والنفيس عشان يخلونا نقعد النهاردة القعدة دي. لازم دائما ما نتذكرهم ودائما ما نترحم عليهم. في الحقيقة طبعا المنطقة دي منطقة غالية علينا جدا، وانت لو خدت بالك وبصيتي في اتجاه الشرق كده هتلاقي العلامة موجودة جنب مننا بحوالي بالضبط 100 متر. فمنظر رائع، وأهالينا هنا بيحتفلوا معانا باليوم ده. اليوم ده ليه مغزى كبير قوي، واحنا بنصر ان عملنا العيد القومي فيه 19 مارس 89، يعني النهارده 32 سنة. وال 32 سنة دول احنا غبنا السنة اللي فاتت فقط عشان جائحة كورونا، والسنة دي عاملين استعدادات كبيرة جدا، وفي قيادات كبيرة جدا من القوات المسلحة هتحضر معانا رفع العلم. الذكرى دي بنصر ان احنا نجيب ولادنا، نجيب اطفال المدارس، بنجيب اهالينا، بنجيب مشايخنا، بنجيب اولادنا. ويمكن انت عملت لقاء مع احد المشايخ، وهتعمل لقاء مع نائبة ايضا سينوية. بنصر ان احنا نجيبهم هنا، ويمكن في مجموعة كبيرة جاية هتحضر معنا رفع العلم، مجموعة جاية من مصر، وانا يمكن هطلع على المطار استقبلهم دلوقتي، تنسيقية ونواب مجلس النواب، كوكبة كبيرة جدا، وبعض الوزراء وبعض المحافظين هيحضروا معنا رفع العلم. ده مغزى كبير بقى. احنا دلوقتي بنحيي هذه الذكرى في نفوس وفي ذاكرة اولادنا عشان ما تتنسيش ابدا، حتى لا ننسى. بالظبط، لازم الناس تعرف، ولازم اولادنا يعرفوا، ولازم مصر كلها، والحدث ده هيتنقل على الهواء، لازم مصر كلها تعرف ان كان في يوم من الايام في قطعة ارض متاخدة مننا، وبالتحكيم الدولي قدرنا نتحصل عليها. الحاجة التانية اللي عايز أقولها، إحنا معنا الدكتور الكبير مفيد شهاب هيلقي محاضرة، أرجو إنها تذاع لمصر كلها يوم السبت الساعة 12 في جامعة الملك سلمان شرم الشيخ. أنا تفضل سيادته، نقول مغزيين من هذه الندوة، لازم التكريم والتعريف برجالنا اللي خاضوا المعارك في الحرب وفي الساحات القضائية الدولية كمان. سيادة المحافظ نقدر نقول عليها كانت مسك ختام معارك السلام. مزبوط. لو نقدر نقول عليها كده. وكمان نتكلم عن ان احنا بنتكلم عن القديم في الجديد، التنمية اللي بتشهدها سيناء ووجود جامعات والتعليم العالي ووصوله للأماكن المختلفة. يعني لازم برضو أوجه الشكر والتحية لسيادة الرئيس في الحقيقة، ولاده مشايخه أبناء سيناء في العين وفي القلب، وكذا مرة يوجه بكده، وله دور كبير في التنمية التي تحدث الآن على أرض المحافظة. أنا طبعا هتكلم على جنوب سيناء، إنما الشمال نفس القصة، يعني أما يبقى 700 مليار مصروفين في شمال وجنوب، يعني التنمية ما بعدها تنمية. انت بتقولي جامعة الملك سلمان، وهي جامعة الملك سلمان كان حلم كبير قوي لأولادنا. جامعة دي ثلاث أفرع، شرم الشيخ، الطور المقر الرئيسي، ثم سدر. أولادنا ما كانوا لا يحلموا ان هم يدرسوا في بلدهم، كلهم كانوا بيغتربوا، كانوا بيروحوا السويس والإسماعيلية والقاهرة. دلوقتي الجامعات دلوقتي موجودة على أرض المحافظة. كان طبعا الطرق كان فيها مشاكل كتير، عندنا دلوقتي طريق دولي 334 كيلو، يعني سهل الوصول بين القاهرة وبين المحافظة، وطبعا طريق رائع، وطبعا ده كله فتح سيادة الرئيس. عندنا مستشفيات لها يعني تاريخ كبير جدا، تم إعادة رفع كفائتها، والنهاردة معالي الوزيرة هتفتتح مستشفى طابة. يعني أنا قاعد وشايفها قدامي، مستشفى طابة موجودة اهي، هتفتتحها بعد تطويرها وبعد دخولها منظومة التأمين الصحي. وفي وحدة برضو عيادة خارجية في منطقة المراخ، منطقة المراخ دي على بعد 10 كيلو من هنا، برضو سيادتها هتتفقدها وهتفتتحها. كل الحاجات دي دعم للصحة،
بكلمك على طابة بس، ما بالك بقى بسينا كلها. احنا عندنا مستشفيات 7 نجوم زي شرم الشيخ، مستشفى جديده في بورديس، يعني الصحه طبعا كان عندنا مستشفى في الطور، عملنا واحده ثانيه على الطريق الدولي ولا اروع وجميله، ان شاء الله تفتتح السنه الجايه. كل دي عشان استعدادا لدخول منظومه التامين الصحي. احنا من المحافظات الثانيه، يعني الاول كان بورسعيد، احنا في مجموعه احنا منها عليها الدور، وطبعا معالي الوزيره جايه النهارده هتتفقد هذه المستشفيات. لو هنتكلم على طبعا على انا عايزه اتكلم يا سياده المحافظ، لو يعني لا نغفل هذه الجزئيه، لما كنا بنتكلم عن محافظه جنوب سيناء كنا بنقول شرم الشيخ، لكن احنا دلوقتي اكدنا ان احنا ما عندناش شرم الشيخ بس، احنا عندنا شرم الشيخ وعندنا كاترين وعندنا سدر وعندنا الطور وعندنا طابه وعندنا جامعات وعندنا مستشفيات في كل الاماكن اللي احنا بنقولها، بالاضافه ان احنا عندنا يمكن 1700 وحضرتك رجعني في الارقام 38 مشروع جديد يمكن بتكلفه تعدت ال 28 مليار جنيه او 28 مليار ونص مثلا او اقل بقليل، وحدات سكنيه يمكن تعدت ال 8000 وحده سكنيه سواء كانت 2000 او 2500 تبع المحافظه ويمكن 5000 تبع وزاره الاسكان. احنا بنقول ان تعالوا جنوب سيناء والمكان الكبير جدا اللي احنا بنستعيد سيادتنا عليه دايما وابدا من 32 سنه، احنا دلوقتي بنعيد توطين المصري بحيث ان يبقى كل خدماته موجوده ومتاحه، بحيث ان هو يبقى قاعد آمن بيتمتع بكل الخدمات. ودي التوجيه اللي كانت القيادة السياسية قالته، أن كل المحافظات تبقى قيادتها مركزية من المحافظة. مظبوط. هو طبعا زي ما حضرتك قلتي كان في اتجاه أو في اعتقاد كده أن المحافظة هي شرم الشيخ، الكلام ده طبعا اتلغى خالص من القاموس. وانت بكرة هتحضري معانا افتتاحات في الطور، نعم، هتشوفي اللي تم في الطور، اللي تم في الطور غير مسبوق ويتماشى مع ما يدور في شرم. احنا هنعمل صلاة الجمعة كمان ان شاء الله بكرة من هناك، مسجد جديد وطرق وممشى أهل مصر و306 ومقصد العائلة وحديقة طولها كيلو بس، حديقة منفس للمواطنين. هتشوفي حاجات بكرة في الطور، عشان برضو الطور هي العاصمة. ومش عايز اقول ان المدن دي كانت يعني فعلا متعبشة، لا، ما كانش حد مهتم بيها بالطريقة اللي كان يجب ان يهتم بيها. احنا المواطن هنا في المحافظة هو المواطن، المواطن بتاع شرم الشيخ هو المواطن بتاع سدر هو المواطن بتاع الطور هو البدوي اللي عايش هنا، فالاهتمام ينصب على الجميع وليس على عشان خاطر شرم الشيخ مدينة سياحية. طب ما هي دهب سياحية ودهب جميلة جدا ودهب رايحة في مكان كبير قوي بعد شرم الشيخ وليها معشوقيها ومحبيها، وعايز اقول لك شباب مصر كلهم بيروحوا دهب دلوقتي. عاملين العام ده هو عام مدينة دهب، السنة اللي فاتت كان العام عام الطور، وهتشوفي بكرة اللي تم في الطور، السنة دي هي هو عام مدينة دهب. طبعا كاترين، انت كاترين راحة في حتة تانية خالص. كاترين بقى يعني سيادة الرئيس بتوجيهاته لمعالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي دكتور وزير الإسكان دكتور عاصم، في الحقيقة أنا في شغل عندي دلوقتي في كاترين، عشان بس الناس برضو ما تقالش الكلام بيتقال على الهوا وبيزعوا، لا أنا عندي مجموعة موجودة حاليا في مدينة كاترين معهم رئيس المدينة، وبيحطوا الخطوط العريضة اللي اشتغلوا عليها بعد ما الدكتور عاصم عرض على دولة رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية. في الحقيقة نستغل ان احنا بنتكلم عن كاترين ونقول عن مشروع التجلي سيادة المحافظ، مدينة التجلي الأعظم. يعني انا مش عايز الناس دلوقتي كلها حفظت ان سبحانه وتعالى لم يتجلى غير في المنطقة المقدسة هناك في كاترين. هناك في منطقة اللي كلم فيها سيدنا موسى رب، هناك في منطقة اللي استلم فيها الألواح، منطقة اللي هو اتحرك فيها الوادي المقدس، كل الكلام ده موجود عندي في كاترين. فعشان كده احنا اهتمام الدولة بقى، يعني يمكن اهتمام المحافظة بيبقى على قد امكانياتنا يعني، انما دي دولة بقى، دولة داخلة بامكانيات جبارة. تأكدي ان كاترين هتروح في حتة تانية خالص، المستهدف 1,000,000 سايح، ومستهدف ان كاترين تبقى عاصمة السياحة الدينية والبيئية، لان كاترين هتعمل فيها كل اللي هتعمل فيها صديق للبيئة.
فكاترين راح في حته ثانيه خالص. يبقى انت عندك الطور مع مراعاه الطبيعه اللي موجوده، مراعاه وجود ممرات للابل وللجمال، مراعاه تواجد البدو. يعني لما طلعنا على الموضوع وفريق اعدادنا كان بيدينا معلوماتنا، كانت حاجه مبهره جدا ان احنا نراعي الطبيعه البدويه صديقه للبيئه. نعم. مدينه صديقه للبيئه، يعني مش هتلاقي فيها تلوث، هتلاقيها يعني ولما لا، وهي مشهوره كمان بالاعشاب الطبيه. هناك الاعشاب الطبيه يعني عندنا انواع مش بتزرعش بره، يعني ما تنفعش تزرعيها بره. ومنها الشجره المباركه دي، حبوا يستنسخوها، حبوا يزرعوها جنبهم، اللي هي جاء عليها سيدنا موسى وجذبته، اللي هي شجره العليقه. ففي الحقيقه في انواع كثيره اعشاب طبيه لا تنتج غير او لا تزرع غير في سانت كاترين. فاحنا حبانا ربنا بحاجات كتير قوي، حبانا بجو جميل، وحبانا بشواطئ 600 كيلو شواطئ. وشوف انت قاعده ازاي، والشمس طالعه ازاي النهارده في يوم جميل زي دوت. خلي بالك الايام اللي فاتت كلها كده، يعني مش النهارده بس الشمس طالعه، لا يعني في عز ما الدنيا كانت ساقعه، وفي في مصر الجو كان الفتره اللي فاتت كان برد، هنا كنا بنستمتع بال بهذا الجو الرائع. جو جميل وشواطئ ومعادن. انت لو مشيتي في جوه بقى وشفت الجبال، هتلاقي جبال اشكال والوان، الجبال دي كلها معادن، تستخرج منها معادن كثيره. لذلك احنا بنجري دلوقتي وراء اقامه مدينه صناعيه في مدينه ابو جنيمه، مدينه بالظبط سيناء، تحويلها او تحويل النظر من انها فقط سياحه شاطئيه، ان احنا عندنا كمان ابو زنيمه والمنطقه الصناعيه للتعدين. احنا ماشيين فيها مع المهندس شريف اسماعيل في الحقيقه، وبعدين سياده الرئيس وجه الخدمه الوطنيه انها برضو يكون لها دور، ونقدر نكمل اجتماعاتنا، لان احنا كان في اجتماعات الفتره اللي فاتت يمكن وقفت شويه، بس بنقول يعني احنا ما بنيأس، يعني ان شاء الله هنروح وهنقعد وهنتكلم، لان في معادن يعني ليها قيمه كبيره جدا. كفايه الرمل الزجاجي موجود هناك في ابو زنيمه، الرخام والجرانيت، الجرانيت والجند عادي يعني. انا بكلمك بقى على حاجات يعني فعلا ليها وزن وليها قيمه كبيره. سياده المحافظ فرص عمل بتتوفر لولاد سينا، ومزيد من الخدمات بتقدم ليهم، ومزيد من الربط بالارض علشان نقفل قصه الهجره الداخليه اللي بتحصل ما بين المحافظات. تحويل محافظه جنوب سينا من ان احنا بنتكلم عن السياحه الشاطئيه فقط، نحن دلوقتي بنتكلم كمان غير عن السياحه الدينيه، بنتكلم عن وجود شكل جديد وشكل مختلف، مدينه خضراء او محاوله تحويلها لمدينه خضراء، وكمان وجود متحف بعد افتتاح المتحف. يعني احنا كده وطرق لا كل شيء موجود في الحقيقه. احنا يعني مش عايز يعني اشب قوي في انما لا، المحافظه بتعيش ازهى عصورها وازهى عهدها في الحقيقه، يعني من طرق ومن شوارع ومن مدارس ومن ملاعب. أنا عامل منشئ 27 ملعب بقوة ذاتية. فين؟ الملعب دي فين؟ جوه عند البدو. أنت لو دخلتي، لو هتعملي جولة في كاترين، هتخشي في قرية معمولة 200 بيت بدوي، هتلاقي فيها ملعب للبدو اللي بيستخدموا البدو. بنفتح الملعب، بنروح، المحافظ بيروح يحضر الافتتاح، بياخد معاه لبس كورة، بيلبس تيشيرت، بياخد معاه تيشيرت وشورت وكوتشي وكور، ويروح لأولادنا يديهم هدية ويديهم كلمة، يقول لهم حافظوا على الملعب ويمشي. 27 ملعب معمولين بالجودة الذاتية، غير اللي عاملاه وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب عاملة حاجة، احنا بنكمل بعض. في ملاعب كبيرة معمولة في الطور، وفي ملاعب كبيرة، وفي استاد عندي في الطور وتم إضاءته، ما كانش مضاء بقى مضاء. عندنا لأول مرة حمام سباحة في مدينة الطور، ما كانش فيه في مدينة الطور دي كلها حمام سباحة، لا ده فيها حمام سباحة وفيها شاطئ عام وفيها ممشي اهل مصر. هتشوف الكلام ده بكره. المصريين طبعا، وده تاكيد على هذه النقطه، وده اللي بتنتهجه محافظه جنوب سيناء. سياده المحافظ زي ما حضرتك بتقول الملاعب واصله للاماكن المختلفه، سواء في كاترين سواء في الطور، القوافل الطبيه كمان موجوده ومتواجده، وبتجوب جميع الانحاء للاماكن اللي مش موجود فيها خدمات طبيه ثابته في الفتره دي. احنا بنحاول نوصل الخدمه الصحيه، لان صحه المصريين مهمه جدا. انتوا عاملين استعدادات كبيره جدا لتطعيمات كورونا
كورونا وبدء تلقي اللقاحات، عاملين حملة كبيرة بتتزامن مع حملة شلل الأطفال في الجمهورية كلها، كل الخدمات بتصل لمحافظة جنوب سيناء وكأنها بجانب العاصمة. هي الكوافل دي هي بتكمل المنظومة الصحية، يعني الكوافل دي بتخش جوه بقى، تخش جوه المدن، تخش جوه مش جوبا، بتخش جوه الصحراء. والكوافل مش طبيه بس، كوافل بيطريه كمان. في كوافل بتجينا، وفي كوافل بتجينا من وزاره الزراعه، بتخش تكشف على الجمال وتكشف على الثروه القوميه دي، كل الحيوانات دي كلها. فهي كوافل متعدده موجوده عندنا وبتكمل، لان يمكن المستشفيات موجوده في المدن، وحدات الصحيه موجوده على مسافات برضو من المدن جوه. الكوافل دي بتكمل بقى الفكرة، وفي الحقيقة بتعم المحافظة كلها وبتوصل لكل مكان في المحافظة، ودي حاجة كويسة جدا، ومش طبية بس وبيطرية كمان. طبعا بالنسبة للتعليم، عايز اتكلم على التعليم. احنا السنة الجاية هنعلن ان مفيش وادي مفيش مدرسة. وادي يعني ايه؟ يعني تجمع جوه الدبل على بعد 60 كيلو مثلا من الاسفلت، الولاد موجودين. هي في نقطة واحدة بس، نقطة ضعف واحدة، ان في الاعدادي البنات ما بيرضوش بيتسربوا لان ما حدش بيرضى يوديهم المدارس الاعدادية اللي موجودة في المدن. انا طبعا قعدت مع وزير الزراعة، مع وزير التربية والتعليم، وقعدت مع السيد رئيس الوزراء، يمكن الاسبوع اللي فات كنت معاه بتكلم معاه، على اساس ان انا اتفقت مع السيد وزير التربية والتعليم ان اللي هيبني لي فصول ان شاء الله حتى متحركة، نفس المدرسة اللي فيها الابتدائي دي هنزود فيها فصل اعدادي، والسنة الجاية سنة تانية سنة تالتة، بحيث البنت هتخلص ابتدائي في نفس مدرستها هتاخد اعدادي، ثم نفكر في ثانوي، ثم ندخلهم جامعة الملك سلمان، جامعة الحكومية اللي انا حطيت التحقيق الاساس بتاعها مع وزير التعليم العالي الاسبوع اللي فات، يا اما جامعة خاصة وتنتشر هذه الجامعات، يا اما فرع جامعة الازهر، والمواطن السيناوي يتعلم والبنت السيناوية تتعلم زي الولد السيناوي، ثم يخشوا الجامعة ثم يتعلموا. وده سبب ان شاء الله هيقضي على الارهاب، التعليم هيقضي على اي شيء من التفكير الخاطئ. يمكن ده من الاسباب اللي قمتم بها التنسيق مع وزاره الاوقاف بوجود قافله تضم 10 وعظات بيصلوا لكل الاماكن. ويمكن انا قلت لك الساعه 10 هطلع استقبل الطياره اللي جايه. نعم، 10 وعظات بالاتفاق مع السيد وزير الأوقاف. على فكرة وزير الأوقاف جاي، هو اللي يفتح معنا المسجد بكرة في الطور. 10 وعظات دول مع السيدة النائبة فضية، تقعدي معاها بعدية، نائبة سيناوية علمت نفسها بنفسها، درست، دخلت مجلس النواب، المرة الثانية تخش فيها مجلس النواب، هتقعد معاكي، هتتولى مع النائبة نائبة المحافظ بقى، انت برضه هتقعدي معاها بعدية نائبة المحافظ، وهيتولوا فكرة ان هم هيجمعوا السيدات البدويات دي النهاردة وبكرة لمدة لغاية يوم الاثنين في المدن المختلفة. يعني النهاردة طابة ونويبع، بكرة هيبقى الطور جولة في احنا برضو بنقول كده. احنا بنتكلم عن جنوب سيناء ولا نتكلم فقط عن وليه؟ عشان يعني يرفعوا الوعي الديني للسيدات البدويات، هم تلاقيهم طباعة خاصة، يعني مش سهل يروحوا جامع، مش سهل حد يخش لهم، هم قبائل ليها طباعة خاصة، هي دي مراعاة الطبيعة بالظبط كده. فأنا جايب لهم وعظات، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده اللي حتى حرصتوا على وجوده في سباقات الهجن اللي تم الاهتمام بيها لمراعاة للعشق. حاجة تانية بقى، احنا مضطرين نرجع لموجز الأنباء سيادة المحافظ، فعذرا لمقاطعة حضرتك، لكن احنا عندنا حاجات كتير. انا سعيد جدا والله، سعيد جدا باللقاء ده، ويا ريت تتكرر باستمرار، ويا ريت كل القنوات، على فكرة في قنوات كتيرة جاية، فإن شاء الله هنتكلم. السبق دايما لينا في التلفزيون المصري. شكرا سيادة المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شكرا لوجودك وشكرا لاستضافتك لينا. مشاهدينا يمكن عندنا حاجات كتير لسه ما اتكلمناش عليها، احنا على مدار الحلقة هنكون بنتكلم. نرجع دلوقتي لاستوديوهاتنا في القاهرة، 8 بتوقيت القاهرة، موجز الأنباء مع ليندا. اتفضلي يا ليندا. شكرا يا منى. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان
بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول متابعة عدد من موضوعات التعاون بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط، خاصة مستجدات الملف الليبي. بدوره أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان. اختتمت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة برعاية الرئيس السيسي بالاتفاق على وحدة الأراضي الفلسطينية وإجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. هذا وقد أكد البيان أن المجتمعين ناقشوا بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، حيث تم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة. كما أشار البيان الختامي إلى أن الفصائل الفلسطينية وقعت على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بكل مراحلها بشفافية ونزاهة. كما عبر المشاركون في الاجتماعات عن تقديرهم لدعم الرئيس السيسي للشعب الفلسطيني وعلى الجهود التي تبذلها مصر في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية وبما رأته من نماذج ملهمة صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات. وأكدت السيدة انتصار السيسي أن المرأة هي منبع القوة والتضحية وأنها دائما أيقونة النجاح. نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا باشتراك الفرقات المصرية شرم الشيخ مع سفينة برمائية أمريكية في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبية. يأتي ذلك استمرارا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والتي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتحليل صورة الموقف بالإضافة إلى تمارين المواصلات وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر الأحمر. أعلنت وزارة الصحة أمس خروج 335 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148,424 حالة. وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة و47 حالة وفاة. قام متدربو دفعة الشهيد العقيد أحمد المنسي بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بزيارة للمجمع العلمي المصري كونه أحد أهم وأكبر الصروح العلمية والبحثية في مصر وذلك ضمن الأنشطة التثقيفية المخططة لمتدرب البرنامج. هذا وقد شاركت المدير التنفيذي للأكاديمية رشا راغب ووزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب في الزيارة التي تضمنت جولة حرة بالمجمع وزيارة المكتبة للاطلاع على المخطوطات الأثرية المتبقية بعد حرق المجمع وأهمها موسوعة وصف مصر. صرح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس أنه تزامنا مع انعقاد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه اليوم قادت البعثة المصرية في نيويورك بالتعاون مع بعثات عدد من الدول الصديقة تحركا لتشكيل مجموعة نواة ضمت 17 دولة بالأمم المتحدة لصياغة بيان عابر للأقاليم يضع رؤية دولية واضحة إزاء قضايا المياه، وهو ما أسفر عن توقيع أكثر من 155 دولة على البيان في سابقة ذات دلالات بالغة ومؤثرة على مسار التعامل الدولي مع قضايا المياه.
وأشار السفير محمد إدريس إلى أن البيان الذي تم تسليمه للسكرتير العام للأمم المتحدة يؤكد على محددات الموقف المصري من قضايا المياه. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم لقاءات من الهامه جدا من طابا النهارده، ويعني معاها لقاء مهم جدا مع واحده من النماذج للفتوات، للفتيات البدويات واللي استكملت تعليمها وعملت كمان في المحاماه. هتكلمنا عن ازاي تم تمكين المراه البدويه في المجتمع المدني، وازاي يعني بقت ليها مناصب كمان جوه هذا المجتمع. السيدة فضية سالم هنتابع مع حضراتكم، اتفضلي. اهلا بيكي هدير من جديد، ما بلغتيش لما قلتي لقاء مهم جدا. احنا واحنا بندردش كده قبل ما نطلع على الهواء وانا بتكلم مع النائبه فضيه سالم، لو تعرفي المجهود اللي اتعمل ولو تعرفي كميه الكفاح اللي حصلت علشان توصل اللي هي وصلت له، ولو تعرفي الدعم اللي كمان قدم ليها بجانب العواقب اللي كانت قدامها، هتحسي فعلا ان هو واحد من اللقاءات الهامه اللي بنقول فيها ان السيدات في جنوب سيناء بقى عندهم الفرصه بعد ما ناس حاولت تمهد لهم الطريق انهم يبقوا موجودين ويتواجدوا وكمان يدعموا حاجات ويقدموا حاجات مختلفه لبلدهم. هتكلم عن الوضع بصفه عامه للفتاه السينويه اللي كان يمكن صعب في الفتره اللي فاتت بسبب طبعا في سنين طويله وعادات كتير كانت موجوده، يمكن مش علشان المجتمع المصري مغلق، يمكن كان لظروف الاحتلال الصهيوني اللي كانت دايما بتحافظ يعني بتحاول تعتدي علينا، وعشان كده كانت القبائل السينوية لها تقاليدها في الحفاظ على بناتها لأنهم درة التاج زي ما احنا عارفين، وعشان كده كان في عادات يمكن قافلة الموضوع شوية. انت منورانا النهاردة النائبة فضية سالم، وجودك معانا النهاردة والأفكار الجميلة اللي هنطرحها مع بعض في الحلقة، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وانت طيبة، كل سنة طيبة وسينة حلوة وحرة وأبية. الله يخليك، الشعب المصري كله بخير بمناسبة العيد القومي لطابة وجميع القبائل العربية مصر. شكرا. قابلت الايه، المزينة؟ قابلت المزينة. قابلت المزينة، انت بنت قابلت المزينة. اول واحدة في قابلت المزينة. انا اعتبرش بنت قابلت المزينة، انا اعتبر بنت البادية. بنت ده لقب مشهورة بيه. وده يمكن من الحاجات اللي ميزتك قوي وخلت الناس تنزل تنتخبك انت. انا عايزة ابتدي معاكي من الاول خالص، حكاية ان انت كنتي متعلمة وبعدين ما رضيوش يعلموكي وبعدين قعدتي في البيت وبعدين عملتي مشاكل علشان تكملي تعليمك، اعدادية منازل ثانوية منازل لغاية ما دخلتي الجامعة، اول بدوية تدخل الجامعة. طبعا احنا كبدو لينا عادات وتقاليد وانا بحترمها وبقدرها. طبعا انت عارفه ايام الاستعمار القبائل، طبعا احنا ما لحقناش الاستعمار، بس القبائل كان في قبائل هجره وفي قبائل صامدين اللي ما سابوش البلد، يعني كانوا في الجبال والوديان، فده كان العادات والتقاليد صعبه شويه، يعني صعب خروج المراه والفتاه للتعليم والعمل العام، غير مثلا القبائل الهجرة اللي السويس وقعدوا 30 سنة في القاهرة والسويس والكلام ده. لكن أنا بنتمي للقبائل الصامدين اللي ما هجروش، فكان خروج المرأة والفتاة للبدوية التعليم كان صعب جدا، كان للعمل العام شقتين إذا كان صعب أن أنت تثبتي نفسك وتنجحي. يعني أنا مثلا دخلت مدرسة عادي ثالثة إعدادي، كانت المدرسة يعني في المدينة، يعني أخواتي رفضوا أن أنا أتعلم، والدي الله يرحمه وقف معي، رجعت منازل، خدت تلت اعدادي منازل، اخدت الثانويه العامه منازل. طبعا المفاجاه ان انا كنت اول بدوي من البدو الصامدين على الخط خليج العقبه ان انا ادخل الجامعه، كليه حقوق، دخلت كليه حقوق. طبعا انا صممت، طبعا صممت ان انا ادخل، كانت اول فتاه بدويه. يعني بعد كده بقى اشتغلت في المحاماة شوية، طبعا عملت خدمات وكنت بشتغل من غير مقابل أصلا، خدمات لأهلي. أنا عايز أعرف يعني أنا مواطن سيناوي كنت رافض أن البنت تتعلم، أجي أوكلك محامية. طبعا حصل الحمد لله، فترة سنوات كم سنة اشتغلت في المحاماة قبل ما اتجه للعمل السياسي، يعني اشتغلت فيه كتير، أنا عملوا لي توكيل وكتير بيثقوا فيا. يعني كان الأول يعني كعادات وتقاليد الناس اللي كانت واقفة ضد تعليم المرأة وإنها تخرج
والكلام ده الناس بقت هي اللي تدعمني، هي اللي واقفة ورايا. انا بعد كده بقى دخلت مجلس محلي محافظه. استني بس، انت هتروحي على طول كده؟ في جزء عمل عام، في جزء حصل قبل ما ندخل في العمل السياسي والعمل طبعا الرسمي. اسست جمعيه هي اسمها جمعيه تنميه مجتمع الطفل والمراه البدويه. طبعا عملنا شغل، عملنا ندوات مشاركه المراه والفتاه في التعليم واهميه التعليم. طبعا كان عملنا برضه خدمات برضه صحيه، المستشفى المغربي للعيون جبناه هنا وعملنا عمليات كتير وصفرت ناس كتير وعملت برضه نظارات لناس كتير. يعني مثلا العمل مهم جدا ان انت برضو بتشاركي مثلا المراه والفتاه بنت المكان، فعارفه احتياجات المكان. ايوه، فعملنا ندوات مثلا مشاركه المراه في الادلاء بصوتها في الانتخابات، المشاركه السياسيه، طبعا استكمال الفتاه البدويه للتعليم. طبعا عايز اقول لك على حاجه، بعد ما دخلت الجامعه دي حاجه مهمه جدا، البنت البدويه دلوقتي بقت طبيبه، بقت مهندسه، بقت مدرسه. يعني كم من الفتيات نائب محافظ. طبعا محافظ طبعا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، يعني الاول يعني ما كانش في، لازم يكون في حد كان عنده اراده وقوه وتحدي ان يكسر القاعده وينجح ويكون نموذج مشرف للفتاه البدويه عشان يقدر يفتح الباب للباقيين. يعني انا عندي مثلا بنت اخويا جامعه بريطانيه علوم سياسيه وبرضه في كليه الحقوق القاهره، يعني واخده الشقين، يعني كانت دي واخدها منحه، اجتازت كل الاختبارات عشان تاخد المنحه، جامعه بريطانيه علوم سياسيه وهي في ثالثه حقوق القاهره انتظام. سهام سعيد سالم هي ده برضه نموذج للفتيات. على الهواء مزيد من الدفع ليها. طيب خلينا نقول ان احنا الدوله المصريه دايما بتهتم بالمراه المصريه، ويمكن يوم المراه المصريه كان منذ ايام قليله وما فيش تتويج اكتر من اللي احنا بنتكلم فيه، التحول من الرفض للتعليم لدخول البرلمان بالتعيين، وكمان عضوه في المجلس المحلي. يعني دعم مزيد من التمكين بيقدم للمراه، لكن نقول ان انت ما خدتيهاش على من فضة، كان في مجهود طبعاً وكان طبعاً في كفاح لغاية ما وصلتي لهذه المرحلة. وصلت لها ليه؟ عايزة تعملي ايه؟ تعينتي في مجلس محلي ليه؟ انتخبوكي ليه؟ انا كفتاة بدوية او كمرأة سيناوية، يعني طبعا انا حس ان المجتمع البدوي نفسه اللي الشخص اللي بيخرج من المجتمع نفسه هو اللي بيأثر فيه وأثر فيه وأثر فيه، غير لما حد يجي لنا من بره. فكان لازم ان حد يطلع من المجتمع يبقى نموذج للمجتمع نفسه. يعني لو حد اي حد جالنا من برنا يبقى احنا مش هنتاثر. يعني لما حد يخرج من المجتمع البدوي نفسه والقبائل البدويه ده بيبقى نموذج للفتيات. وبالفعل يعني احنا لما دخلت انا الجامعه وما كانش عندنا جامعات، احنا كنا على فكره بنتمنى كليه عندنا. دلوقتي بفضل جهود اللي هو خالد فوده محافظ جنوب سيناء بقى عندنا جامعات. انا ايام ما كنت انا دخلت دوليه وقومي كله يا فندم، جامعه دام ازهر وتربيه تعليم وجامعه الملك سلمان جامعات بفضله. يعني احنا بشكره جدا لدعمه لعجله التنميه في جنوب سيناء، بجد هو داعم لينا والاب الروحي لينا اللي هو خالد فوده. اكيد توجيهات من القياده السياسيه ان التعليم يبقى موجود في كل محافظات مصر، وان تبقى التعليم يعني ما نضطرش نسافر علشان نتعلم، خصوصا كان قبل لحظات معانا اللواء خالد فوده وكان بيتكلم انه ما زالت هناك مشكله بتواجه كتير من البنات، ويمكن عشان كده بقى في اتجاه لفتح فصول حتى وان كانت متنقله لتعليم الفتيات والوقوف ضد فكره توقف التعليم. حاولتي انك تعملي جهود في المنطقه دي بحيث ان انت تاكدي على تعليم الفتيات ونوقف تسرب تعليم الفتيات البدويات؟ لا، احنا طبعا احنا انا امينه مراه حزب مستقبل الوطن لمحافظه جنوب سيناء. طبعا انا عضو مجلس محلي محافظه قبل كده وبرضه عضو مجلس نواب 2012، برضه كنت على راس القائمه وبرضه كنت معينه في مجلس الشيوخ علينا الشورى سابقا. طبعا احنا كان لنا دور في التوعيه في التعليم. طبعا احنا كان مثلا كحزب مستوى الوطن عملنا فصول محو اميه على مستوى المحافظه وعلى مستوى الجمهوريه، دي كانت مبادره من حزب مستقبل الوطن يعني قبل ما ادخل البرلمان ده. يعني في جهود معموله. طبعا الست البدويه لازم يبقى زي ما قلت لحضرتك، يعني لازم يبقى في مكان. يعني قبل كده كان صعب يعني خروج البنت، صعب انها تروح تتعلم، لكن دلوقتي في كل حاجه متوفره. يعني جامعات بقت عندنا دلوقتي غير زمان، ايامي انا ما كنت ما فيش ولا كنت اتمنى اي حاجه.
دلوقتي الحمد لله طفرة في التعليم، طفرة نماذج مشرفة للفتيات البدويات زي ما قلت لحضرتك، يعني بمختلف المؤهلات يعني، وفي قيادات يعني غير الأول خالص. يعني أنا عايزة أوصل بس إن المرأة البدوية آخر حاجة معانا النهاردة حسيبك أنت تقولي، أعرفهم بس على مباشرة للشعب المصري ككل، السيدة البدوية مثلت في البرلمان الأوروبي مرتين، مثلت في الكونجرس، مثلت في دول كتيرة أجنبية، يعني كانت بتمثل سافرتي المرأة ورحتي البدوية. كل الكلام ده من سيناء إيه؟ سافرتي ورحتي وتكلمتي عن مصر وتكلمتي عن المرأة طبعاً البدوية. طبعا اتكلمت عن مصر وكلمت عن سيناء، خاصة يعني ان في الحمد لله في تنمية وفي تطور وفي امن وامان، امن وامان. نورتينا وشرفتينا وشكرا لوجودك معانا، وشكرا للمجهود المحترم اللي انت عملتيه لغايه ما توصلي للمرحله اللي انت فيها. فضيه سالم اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك وشكرا، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه حضرتك. طيبه مع السلامه. هدير وحسام لسه معانا فقرات تاني، المراه مكانها موجود في جنوب سيناء ازاي، ده اللي هنعرفه لما ترجعوا لي. برجع لكم تاني في الاستوديو ونرجع تاني في اخر لينك نتكلم وضع المراه وصل لايه في جنوب سيناء. شكرا جزيلا ليك يا منى، والشكر بالتأكيد لضيفتك الكريمة. ولسه احنا كمان هنتكلم هنا في الاستوديو عن المرأة وتحديدا عن الرائدات الريفيات في برنامج اسمه برنامج التربية الإيجابية، أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بينفذه عدد من الرائدات الريفيات بيلفوا على البيوت المصرية في كل محافظة عشان يقدموا توعية للأسرة وللأم المصرية. ايه بقى البرنامج ده وايه اللي بيحصل؟ دي التفاصيل اللي هنعرفها من الدكتورة جاكلين ممدوح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي. صباح الخير دكتورة جاكلين، وأهلا بيكي على صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير أستاذ حسام وكل البرنامج، ومرسي جدا لوجودي معاكم النهاردة. احنا اللي شاكرين لوجودك. بس خليني بس قبل ما أبدأ معاكم فرصة ان احنا في شهر مارس النهاردة، ويعني يوم المرأة ويوم الأم، فخلينا نقول لكل امرأة مصرية كل سنة وهي طيبة، وكل لحظة وهي معطاءة وداعمة ومساندة لأسرتها ووطنها وممكنة وقوية، لأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع ككل. بكل سنة وحضرتك طيبة دكتورة جاكلين. وانت طيبة أستاذ هدير. بكل تأكيد. طيب أستاذة أو دكتورة جاكلين، عايز أعرف من حضرتك في البداية حاجة مهمة جدا قبل ما أخش في تفاصيل البرنامج، مين هم الرائدات الريفيات وعلى أي أساس بيتم اختيارهم؟ قبل ما نخش هم بيعملوا إيه؟ يعني إيه رائدة ريفية؟ ووزارة التضامن بتختارها إزاي؟ هي رائدة اجتماعية. الرائدة الاجتماعية هي عبارة عن متطوعات، فتيات، سيدات، أفاضل، متطوعات بيكون عندهم القدرة على التواصل مع السيدات الموجودين في المجتمع اللي هم موجودين فيه، ودي بتبقى فرصة طيبة ان هم يقدروا يخدموا القضايا، كل القضايا اللي احنا عاوزين نعمل كل القضايا اللي على مستوى الوطن اللي احنا عاوزين نعمل بيها توعيه لهذه السيدات بيكون خلال الرائدين، ان هم بيبقوا عارفينهم وبيتعاملوا معاهم. على اي اساس على اي اساس بيتم اختيار الرائده الاجتماعيه دي؟ يعني انا اضمن منين ان الرائده الاجتماعيه دي يعني هتتكلم باسم القضايا اللي احنا عايزينها، او القضايا اللي فيها تفتح وتقدم، ومش هيبقى عندها آراء مغايرة في بعض من، يعني مثلا احنا عايزين 10 قضايا، ممكن هي تبقى هي طبيعتها موافقة على 8 وأفكارها ضد 2 منهم، هضمن منين؟ يعني ايه الأسس اللي بيتم اختيار الرائدة الاجتماعية على أساسها؟ انت بتقولي لي هما بيتقدموا واحنا بنختار، ايه الأسس بقى؟ يعني اضمن منين كل التفاصيل دي؟ حضرتك بتبقى فيه لجنة أصلاً مشكلة من المدير المديرية، وبتقدم ليها الرائدة أو المتطوعة اللي هي عاوزة تشتغل معانا، وبيبقى فيه معايير الاختيار على الأساس الشخصي، وبيبقى مهم جداً طبعاً ما يكونش فكر متطرف، إن يبقى فيه قدرة على التواصل مع الآخر. في نفس الوقت إحنا مش بناخدها ونسيبها، إحنا بناخدها وبنعملها تدريب مستمر ما بينتهيش. تمام يعني دكتور جاكلين، يعني في دورات تدريبية للرائدات الريفيات لكل ما يعني نهتم بيه؟ الرائدات الاجتماعيات. تمام، الرائدات الاجتماعيات. تمام كل يا فندم برنامج بنشتغل عليه وكل قضيه قبل ما بتنزل، يعني مثلا دلوقتي في اهتمام كبير من القياده السياسيه لقضيه الزياده السكانيه، محور هام جدا، هل تم تدريبهم عليهم؟ طبعا يا فندم، احنا كل قضيه بنيجي نشتغل عليها لازم نعمل لها تدريب قبل ما تنزل للمحكمه. الى اي مدى شايفه ان ده هيحقق اللي احنا عايزينه من فكره يعني تخفيض الزياده السكانيه؟
قلت لحضرتك هو ده جزء ان هي بتبقى قريبه جدا من المراه وبتقدر ان هي مش كمان احنا يعني بنحاول ان احنا ما يكونش في قضيه واحده يعني مثلا العائله بتتعامل مثل مجموعه من الرسائل احنا عندنا مثلا برنامج وعي 12 رساله هي مش لازم تدخل تتكلم في نقطه في رساله معينه ممكن تكون اكثر من رساله فالناس بتستقبلها وكل حد بيبقى مثلا عنده قابليه لرساله معينه رسالة معينة ممكن تكون في رسالة طيب لو حد عنده رغبة انه يدخل في فكرة الرائدات وهنا بخص بالذكر الرائدات الريفيات لكن ما عندهاش المعلومات كفاية لكن عندها الرغبة انها تكون بتخدم بلدها هل في برنامج ما لتدريبهم وتطويرهم؟ أنا مش عاوزة المعلومة أنا عاوزة حد عنده قدرة على التواصل وقابلية في المجتمع اللي موجود فيه مؤثر في المجتمع أنا بشتغل عليه بشتغل عليه وبعمله تدريبات على القضايا اللي هو هيتكلم عليها بعمله تدريب مستمر على فكرة على مرات التواصل وعلى حاجات كتيرة قوي يعني مسموش طيب يعني الكوادر التدريبية المدربة للرائدات الاجتماعيات وإن كانت الريفيات برضو يعني كلمة مستخدمة لأن الريف المصري هو الأكبر في مصر يعني وهو اللي خرج منه كل العباقرة والعمالقة بس خلينا نمشي بالمسمى اللي حضرتك اخترتيه هم حضرتك اسمهم الرائدات الاجتماعيات بالظبط مين بقى بيقوم بتدريبهم وإيه شكل الدورات التدريبية اللي بتقوم عليها هذه المبادرة ككل برنامج التربية الإيجابية التدريبات بصفة عامة مش البرنامج ده بس التدريبات بصفة عامة كل برنامج بنجيب ناس متخصصة في الدين فكل برنامج على حسب قد يكون التدريب على أحد القضايا زي مثلا البرنامج بتاعنا اللي هنا اللي هو التربية الأسرية الإيجابية وقد يكون تنمية المهارات طب خليني كده أسألك مثلا عن نقطتين سريعا عشان احنا وقتنا خلص بنقول ايه مثلا عن ختان الإناث بنقول ايه عن ان المرأة مسؤولة عن ذاتها وليها حق في الذمة المالية المنفصلة وانها تعتمد على نفسها وانها تتجوز لما هي تختار انها تتجوز مش لازم يكون مثلا موافقة الاب او الاخ الاكبر لان دي افكار ممكن تكون موجودة في بعض الاماكن في المحافظات المصرية اكيد طبعا لا هما بيتعاملوا من ده يعني بالنسبة للتربية الايجابية من ضمن الحاجات الموجود فيها الختان هي اصلا قايم على الصفر كله فهو بيبتدي يهتم بالطفل من حتى من مجرد ما بيكون جنين في بطن امه لغايه 18 سنه فانا في خلال الفتره دي انا باهل الام بفهمها ان الختان ده شيء مضر جدا بنفكرها يعني الرائده بتفكرها باللحظات اللي هي مرت بيها بعمليه الختان ازاي يكون ده غلط على الطفل فبنعمل لها توعيه لده بحيث هي نفسها ترفضه وبالتالي لو هي كمان البرنامج مش يعني مش بس بيستهدف السيدات لا احنا كمان بالنسبه لاسر تكافل وكرامه بيبقى السيدات والرجال اللي عنده استعداد ان هو يحضر معانا هذه الندوات فالرائدات بيشتغل عليها بحيث ان ما تبقاش المراه لوحدها لا يكون المراه والرجل الاثنين بياخدوا التوعيه الكافيه بحيث ان هم فعلا نحاول نغير فكر ودي طبعا حاجه مش سهله انت تغير فكر ومعتقدات وثقافه ده شيء مش سهل مش سهل خالص بنقول ان تماما فعلا ماشي. على اي حال دكتوره جاكلين احنا بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى بكل تاكيد التوفيق لبرنامج التنميه الايجابيه وفعلا يكون في فايده للمجتمع المصري ككل بشكرك على مجهودك وعلى وجودك معانا شرفتينا ونورتينا وتسلمي على وجودك معانا الدكتوره جاكلين ممدوح مدير عام الاداره العامه لشؤون المراه بوزاره التضامن الاجتماعي طبعا برنامج التربية الإيجابية برنامج غاية في الأهمية واحد من أهم البرامج اللي فعلا المجتمع محتاجها دلوقتي التربية الأسرية الإيجابية التوعية اللي بتحصل للسيدات إزاي يهتموا بأولادهم من الصغر ويربوهم تربية إيجابية تخليهم يعني أبناء صالحين لهذا الوطن شيء غاية في الأهمية ويعني على رأس الأولويات والجميع هيستفيد منه يعني لما يطلع نشء محترم نشء إيجابي نشء بيحب البلد دي وعنده طاقة كبيرة جدا أنه يعمل مجهود كبير لصالح نفسه ويخدم بلده كمان ده يعني شيء لا غنى عنه الأيام دي بالتأكيد طيب دلوقتي هنطلع لفاصل قصير ونرجع مرة تانية نكمل فقرات صباح الخير يا مصر استنونا أهلا بحضراتكم من جديد ونروح مع حضراتكم للعريش وواحد من المشروعات الخدمية الهامة
لأهل العريش واللي بتنفذها الدولة المصرية في شمال سيناء. السوق اللي تم تجهيزه بكل الإمكانات الحديثة، ده غير أعمال المرافق ووسائل الأمان المتطورة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن السوق، إمتى هيتم الافتتاح، عدد يعني المحلات اللي موجودة جوه السوق، ترخيصها وتشطيبها. هنعرف كل هذه التفاصيل من اللواء دكتور عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. صباح الخير عليك سيادة اللواء، ويعني قول لنا الموضوع وصل لحد فين، أعمال التطوير انتهت بالكامل ولا لأ، إمتى الافتتاح، كام محل موجود جوه السوق، هل حالتهم التشطيبية عاملة إزاي؟ الو اي فندم، سامعين حضرتك، اتفضل. تمام. صباح الخير الاول عليكم وعلى الساده المشاهدين. احنا طبعا امبارح كانت زياره لسوق الجمله، ودي مش الزياره الاولى، ولكن احنا في التشطيبات النهائيه ان شاء الله. هذا السوق سيتم افتتاحه في اعياد محافظه شمال سيناء في 25 ابريل، وان شاء الله يكون اضافه كبيره يلبي احتياجات مواطني شمال سيناء. هو السوق على مرحلتين، احنا عملنا المرحلة الأولى منه. المرحلة الأولى منه دي بتتيح 36 محل كبير، طبعا بتندات أمامية وخلفية للخضار والفاكهة. السوق برضو فيه 8 ثلاجات، ممكن يشتغلوا بقى تبريد، يشتغلوا تجميد، يعني حسب الاحتياج. بس هو منهم 6 لصالح هيكونوا ثلاجات بتاعه الموز. ايضا طبعا في مباني اداريه، في كافيتريات، في مصنع ثلج كامل يعني يغطي مدينه العريش كلها بالكامل. السوق مزود طبعا بالاستفاده بالعناصر التكنولوجيه المختلفه كلها، يعني ما فيش تدخل للعامل البشري، سواء البوابات الرئيسيه بتاعته او قطع الكروت او اي حاجه خلاف هذا الموضوع. احنا تقريبا كده في التشطيبات النهائيه خلصت يعني، وان شاء الله هيفتتح هذا السوق في 25 ابريل. طب اللي بيحققه السوق ده ايه؟ السوق ده وجوده بيخفض الاسعار، لان بدال الاحتياجات الخضر والفاكهه ما بتتناول من واحد، من تاجر جمله لتاجر قطاعي لتاجر، فاحنا بنقفل الدايره دي كلها بحيث الفواكه والخضروات وكل احتياجات السوق ان شاء الله تيجي على مكان واحد، ويبدا تجار التجزئه ياخدوا منها. يبقى احنا اختصرنا 4 مراحل كان بيتم بيهم تعامل المواطن. وطبعا زي ما حضرتك عارفه كل مرحله لازم يتضاف عليها اسعار ويتضاف عليها، فاحنا لما بنخفض عدد المراحل احنا بنخفض السعر، نوصل لاحسن سعر. بالظبط. سياده اللواء، حضرتك اتكلمت عن ان المرحله الاولى هتنتهي وهيتم تسليمها في يوم 25 ابريل القادم في اعياد شمال سيناء، عيد تحرير سيناء. في كم مرحلة باقية في سوق الجملة، وهيتم الانتهاء من جميع المراحل امتى؟ لا، هو السوق عبارة عن مرحلتين. احنا افتتحنا او جهزنا المرحلة الاولى، وطبقا بعد كده يعني قد تكون المرحلة الثانية تتنفذ بعد 4 سنين 5 سنين طبقا لاحتياجات السوق بتاع يعني احنا محافظة شمال سيناء. لحد الان المرحلة الاولى هتكفي بالاحتياجات بالضبط. فيها كم محل تقريبا يا فندم، او ما انا قلت لحضرتك فيها 36 محل للخضار والفاكهه، وفيها 8 ثلاجات تجميد وتبريد، وفيها مصنع ثلج، بالاضافه الى باقي الحاجات الخدميه، كافيتريات. طيب. 36 محل او منفذ وست ثلاجات هيتم اسنادهم الى التجار المتقدمين الراغبين في ايجار هذه العيون، ولا هيتم اسنادهم الى التجار اللي كانوا موجودين في السوق الجمله القديم؟ ايوه، لا هو احنا عاملين يعني اليتين لهذا التعامل، لان طبعا السوق القديم اتقفل من مع بدايه الاعمال الارهابيه في 2013، وكان منطقه ثانيه اتعملت سوق مؤقت.
احنا هنوزع، هيبقى طبعا طبقا لسياسة الدولة او التعليمات ان هو هيبقى باسلوب مزايدات، يعني هيبقى بنظام مزايدة، هيخش التجار كلهم في هذه المزايدة، وان شاء الله ترسي على الناس اللي هي اللي هيقدم اعلى عطاء، هيقدم اعلى عرض طبعا. واحنا عاملين فئتين، ايجار يا فندم ولا حق انتفاع ولا تمليك؟ حق انتفاع. لا حق انتفاع. طب بالنسبه للمرافق والرخصة، هل هم هيستلموها مرخصه وكمله المرافق؟ احنا عاملين جهاز تنفيذي لاداره السوق. عاملين جهاز تنفيذي لاداره السوق، الجهاز ده هو اللي بيطلع التراخيص وهو اللي بيعمل كل حاجه، بحيث يبقى الجهاز بيلبي اي مطالب سواء لتجار الجمله الكبار او لتجار التجزئه في منطقه واحده. عظيم. طيب تمام، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، شكرا على كل هذه المعلومات، وبنبارك لحضرتك بكل تاكيد على قرب افتتاح المرحله الاولى من هذا السوق، سوق الجمله في العريش، من مشروعات خدميه هامه جدا. يمكن العريش من اكثر المدن اللي ممكن تكون عانت في السنوات القليله الماضيه عشان اللي حصل من عمليات إرهابية في شمال سيناء، وأظن الوقت بيجي خطوة بخطوة أن الحياة تعود إلى مجاريها مرة تانية، في سوق جديد بيتفتح، في مشروعات بتتم، في اهتمام، في تأمين للسكان اللي موجودين. العمليات الإرهابية الحمد لله الحمد لله الله لا يعيدها أيام ما بقيناش نسمع عنها، يعني الموضوع بقى ماشي في خطوات جيدة. سيناء وتطويرها بكل تأكيد هو الهيكل الأساسي اللي على أساسه بتحمي بوابة الشرقية لمصر، يعني سيناء هي الباب الشرقي البري الوحيد لمصر، فحمايتها حماية لمصر. وزي ما طول عمرنا بنقول إن سيناء كانت محرومة في وقت طويل، فبنحاول دلوقتي إن احنا نعوض أهل سيناء، مصريين سكان سيناء زي أهل القاهرة زي أهل اسكندرية زي أهل السويس زي أهل أسوان، أي حد كان نقصه خدمات من الحكومة المصرية، النهاردة جه الوقت اللي تبتدي فعلا تاخد حقك من البلد زي ما بتدي حقك للبلد أو تدي واجبك للبلد. نروح بقى سريعا إلى جانب آخر من سيناء ومحافظة جنوب سيناء، ولقاء مع المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، مع زميلتنا العزيزة منى الشرقاوي. منى معاكي الكلمة. أهلا بيكي حسام من جديد. زي ما أنت بتقول كانت أيام صعبة جدا، والله لا يعيدها أيام الإرهاب الغاشم اللي قدرنا إحنا كمصريين نقدر نسيطر عليه تماما. تعال بقى أكلمك عن أحلى أيام بتشوفها جنوب سيناء، هي الأيام اللي موجودة دلوقتي، أيام موجود فيها التمكين اللي قالت عليه القيادة السياسية في أبهى صوره، سواء تمكين للشباب أو تمكين للمرأة، الاثنين موجودين النهاردة في واحدة من المحافظات الحدودية الأهم يمكن في على الحدود. وعلشان كده وعلشان فكرة قرار التمكين كانت فكرة حقيقية مش كلام بس بيتقال، علشان كده تم اختيار نائبة محافظ لواحدة من المحافظات مترامية الأطراف اللي يمكن المدن بتاعتها على بعد مسافات كبيرة جدا. السيدة النائبة المهندسة اللي من ورانا النهاردة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، هتكلمنا أكتر عن تفاصيل وجودها وتفاصيل اللي بيحصل من تطوير في جنوب سيناء. اهلا وسهلا بيكي يا باشمهندس. اهلا بيكي يا منى، صباح الخير عليكي وعلى كل الكرو بتاعك ومشاهدينا والحضور الكرام في ارض سيناء وفي مدينه طابا. الاول يعني ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد واحتفالنا باليوم المهم جدا 32 سنه على رفع العلم المصري واعاده رفع العلم المصري على طابا. لكن انا عايزه اتكلم معاكي النهارده مش بس على طابا، انا عايزه اتكلم عن جنوب سيناء كلها اللي قعدنا كتير مختزلينها في انها فقط شرم الشيخ، لكن الوضع اتغير خالص.
انا هتكلم بسرعه كده علشان وقتنا ما يروحش مننا. احنا عندنا طفره رقميه موجوده، وعندنا شايفه ان احنا عملنا حاجه مختلفه خالص. انا عايزاكي تكلميني اكتر عن ان انت ازاي جيتي من القطاع الخاص بتشتغلي في القطاع العام اللي تحول بشكل مختلف تماما، وقدرتوا كمان تفعلوا التحول الرقمي اللي المفروض كان يحصل واللي كانت القياده السياسيه واجهت بيه. هو أنا أول ما اتخرجت لغاية حلف اليمين أنا يعني زي ما يقال كده أنا بنت القطاع الخاص، بس من أول 27/11 اتشرفت طبعا بحلف اليمين، واتشرفت بوجودي في أحد محافظات مصر، محافظة حدودية زي ما أنت قلتي مترامية الأطراف، 9 مدن، كل مدينة تبعد عن المدينة اللي قبلها أقل حاجة 100 كيلو. يعني لو تصحي الصبح من شرم الشيخ عايزة تروحي سانت كاترين في 2.5 ساعة راحوا في اليوم، مسافة رايح وراجع. الفكرة كلها أن تمكين الشباب وتمكين المرأة هو فكرة حقيقية تم تفعيلها بالفعل، يعني فعلا في وجودنا في المحافظات كلها. ازاي انا ما جينا الحمد لله يعني حلفنا 27/11 وتم التحقنا بالأكاديمية الوطنية للتدريب الـ NTA، وكان توجيه رئاسي ان كل النواب المحافظين يروحوا الاكاديميه، لان كلنا من تخصصات مختلفه، فينا المهندس وفينا الطبيب وفينا الاستاذ الجامعي وفينا التربوي وفينا المحاسب والقانوني وهكذا. كلنا تاهلنا عشان نبقى كلنا عشان التجربه تنجح فعلا. مظبوط، كل واحد فينا شاطر في مجاله، بس ما يعرفش في قطاع الصحه هيعمل ايه، او في قطاع الاستثمار هيعمل ايه، او في السياحه او في كذا. فكان لازم نعدي على الاكاديميه الوطنيه، انا بعتبرها بيت الخبرة الأول لصناعة القيادات. احنا بنقول انا يعني ده تصوري عنها كده، وده فعلا اللي حصل، ان كلنا تخرجنا، محدش فينا مثلا انا هندسة ما درست السياسة ما درستش اقتصاد، درسنا سياسة درسنا اقتصاد درسنا بروتوكولات درسنا اتيكيت درسنا ازاي هنتعامل قانونيا وماليا وفنيا مع كل الملفات اللي هي اوريدي مش بتاعتنا. والحمد لله انا شايفة ان التأهيل ده كان احد اسباب قوية جدا لنجاحنا في محافظتنا. بمجرد ان احنا التحقنا بالمحافظات كنا في اول فبراير، سيادة المحافظ طبعا كان مبسوط جدا جدا ان الحمد لله بقى عنده نائب محافظ او المنصب مستحدث في المحافظة، ما كانش فيه نائب محافظ قبل كده، وكمان تكون سيدة. هو سيادة المحافظ كمان بيمكن جدا جدا الشباب وبيهتم جدا بالشباب لما بيخش في مكان. اقطعك واتكلم عن كواليس الهواء قبل ما ندخل الهواء، قد ايه كان الدعم موجود وقد ايه كان الجو يعني اسري وجميل وملحوظات كده بيتم التوجيهات سريعا، وكان الجو يخلو من الرسميات خالص. قد ايه كان في تنسيق في الشغل وتنسيق في العمل؟ هو سيادة المحافظ دايما بنشتغل على التيم ورك، ازاي نبقى فريق عمل متكامل قوي بنقدر نؤدي المهمه المسنوده الينا بفعاليه وفي اقل وقت عشان المواطن حتى يبقى راضي عن المنتج اللي بيطلع. فدي من احد الحاجات المهمه، ان هو اول ما استقبلني انت مهندسه احنا عندنا محتاجين التخصص ده جدا، ومحتاجين بعض الملفات اللي هي ليها علاقه بالهندسه زي التخطيط العمراني وملفات التراخيص والاسكان والتصالح المخالفات والتقنين والعشوائيات. الملفات دي بالكامل تم اسنادها ليا وقال لي يعني انا هدعمك بكل الطرق، انت التجربه لازم تنجح. وهو يعني انا بوجه له كل الشكر والتقدير جدا جدا على السبورت اللي هو بيقدمه طول الوقت. الحاجة اللي بعد كده بعد ما اشتغلت على الملفات اللي هي اوريدي تخصصي كانت بشوفها الحمد لله انها شوية سهلة واقدر اودي يعني احط فيها بصمة قوية جدا، تم اسناد ملف التحول الرقمي. ملف التحول الرقمي كنت شايفاه في الاول في صعوبه في الحركه ان احنا نتحرك فيه ونفعله، بس بدات من النقطه اللي احنا بدانا منها كنواب، نقطه التدريب والتاهيل. انت كنت تكلمي حد تكلمي لغه مختلفه فهو مش فاهم انت عايز تعملي ايه وده ايه فائدته التحول الرقمي. وطبعا احنا انت عارفه لما تيجي سياسه التغيير هنغير حاجه او مكتبات بنتخض او الناس تتخض وبتهنج منك ايه هنعمل ايه يعني. فاول حاجه عملتها عملنا تدريب وتاهيل للمهندسين الاول، وبعدين تدريب وتاهيل لفئات المديريات الموجوده في المحافظه في كل المدن. احنا عملنا اكتر من 23 حقيبه تدريبيه لكل الفئات الموجوده. بدانا نتكلم لغه واحده وبدانا ندرك اهميه ملف التحول الرقمي ده عامل ازاي، وبدات اخش في كل التدريبات لو بيخشوا اخش مداخلات سواء كان التدريب اونلاين، مفيش حاجه وقفتنا حتى الكورونا، كملنا التدريب بتاعنا كله اونلاين، وبدات يدركوا اهميه الحاجه دي. بداوا هم دلوقتي يجي لي باشمهندسه انا اسمي مش محطوط في التدريب انا عايزه،
فبقيت احس قد ايه الموضوع تحول خالص لشكل مختلف جدا. وفتحنا ملفات كتيره في ملف التحول الرقمي زي حاجه اسمها البوابه الجغرافيه. البوابه الجغرافيه والبوابه الجيومكانيه وبوابه الالكترونيه، كل الحاجات دي بدات تتفعل او كانت في حاجات موجوده وبدانا نتوسع فيها ونفعلها، وفي حاجات ما كانتش موجوده عملنا لها كرييشن فروم سكراتش. الحاجه الثانيه عملنا الذاكره المؤسسيه، هكلمك عن كل حاجه من دي في عجاله جدا. الذاكره المؤسسيه دي مثلا حاجه تطبيق عملناه مع مركز دعم القرار، مركز اتخاذ دعم القرار من مجلس الوزراء، ابلكيشن كل اللي انا محتاجاه احنا طبقنا، يعني كمهندسه طبقت الحاجه دي على المهندسين، ان كل ممكن ندي تكليفات، يعني وانت قاعده في مكتبك بتعملي بتدي امر شغل او بتدي تكليفات لقطاع معين، والتكليف ده بيسمى عنده قاعد في مكانه، وما فيش بنمضي بوسطه ونودي ورق والحاجات دي، التكليف تحضير الوقت راح. احنا وفرنا وقت كتير وعملنا شفافيه، وما بقاش فيه انا بحب منا فانا هديها مكافاه اكتر عشان هي بحبها، لا، منا تم اسناد ليها المهمه رقم اكس فعملتها في الوقت الفلاني اللي مطلوب منها وخلصتها بنجاح وفعاليه، وبالتالي مؤشرات الاداء بتاعتها عاليه، او منا ما عملتش كده في مؤشراتها قلت، وهكذا. ما بقتش الحكايه كل الناس واقفه في الطابور، لا، فبداوا يدركوا لا انا اشتغل على نفسي اكتر. حتى في ناس كانوا في الاول يقول انا فاضل لي سنه اطلع معاش، فاضل لي سنتين، هيهمني ايه في التحول الرقمي؟ اول ما بدات اعلم ايه ده يا باشمهندس، يعني وفرنا وقت كتير، عملنا حاجات كتيره. ده بالنسبه مثلا لحاجه زي الذاكره المؤسسيه، المتغيرات المكانيه وفرت علينا زي ما انت قلتي، احنا محافظه كبيره جدا 31000 كيلومتر مربع، احنا بمسافات ضخمه، يعني ممكن تقطعي 500 كيلو في اليوم وده طبيعي جدا. التغيرات المكانيه تقدر تجيب اي تغير موجود مكاني، كنت بتجي لنا كل 6 شهور بعد كده 3 شهور، دلوقتي بتجي لنا يومي، وده بيوفر علينا وقت كبير جدا، وبتقدري تعملي حوكمه للعمران كويس قوي. انا هقطعك لان احنا وقتنا خلص وما لحقناش نتكلم عن ولا حاجه من الحاجات الكتير اللي كان المفروض نتكلم عليها، لكن نقدر نقول ان وجود نائب محافظ شابه بعتقد ان ده رساله قويه جدا للمجتمع السيناوي، اللي احنا بنقول وبنطالب بان هو دايما يتغير ويتطور اكتر واكتر في نقطه تعليم الفتيات. احنا كده بنقول مثال حي، احنا موجودين والست لها مكان محترم جدا اذا كانت مؤهله ولها القدره على العمل في اعلى المناصب. ده اللي انت فعلا بتحاولي تطبقيه في المحافظه. المراه السنويه يعني بيحصل لها الفتره اللي فاتت تمكين اقتصادي قوي جدا، يمكن شفناه في ان هم بيعملوا منتجات حلوه جدا جدا بس ما بيعرفوش يسوقوها. احنا يعني برضو بالتعاون مع احد شركات القطاع الخاص تم توقيع بروتوكول تعاون وعقد لتسويق منتجاتهم الكترونيا، هم مش محتاجين يلموا كل شويه حاجتهم ويطلعوا يعملوا معرض ويرجعوا، كانوا بيقابلوا تحديات كبيره جدا، دلوقتي بقوا يصوروا المنتج مميزات التحول الرقمي بالظبط، بيصوروا منتج ينزلوه على المنصة الإلكترونية مع أحد شركات بتسوق إقليمي ومحلي، وفلوسهم بتنزل لهم على البنك من خلال حساباتهم، وده كانت حاجة، دي حاجة مهمة جدا، تفتحي باب رزق أكيد. كتير قوي الناس الواحدة بتشغل 40 أسرة، يعني مزيد من فرص العمل، مزيد من بالزبط. التمكين للمرأة، مزيد من الاستقرار كمان للمجتمع السيناوي. نورتيني وشرفتيني النهاردة، شكرا لوجودك معانا، وشكرا للمجهود المحترم اللي انتوا بتقوموا. ميرسي، ربنا يخليك. المهندسة إينا سمين، نائب محافظ جنوب سيناء، كل سنة ودايما طابة حرة، وإحنا سعداء باستضافتكم لينا في صباح الخير يا مصر في طابة، وإحنا سعداء كمان بأن إحنا النهاردة متواجدين في الساحة اللي تم رفع العلم فيها من 32 سنة، والعلم المصري بيرفرف ولسه هيرفرف إن شاء الله طول العمر في كل الأراضي المصرية. شكرا لكل مشاهدينا، برجع تاني لاستوديو صباح الخير يا مصر، كنا معاكم النهاردة من طابة في هذه المناسبة اللي أعتقد أنها عزيزة على قلوبنا كلنا كمصريين. إليك حسام، وتفضلي هدير. شكرا جزيلا ليك يا منا، وشكرا لكل زملائنا اللي كانوا موجودين معاكي في طابة، وكل سنة وطابة بخير وطيبة، ودايما كده في تقدم ودايما في ازدهار. احنا كده خلصت حلقتنا النهارده، وصلنا لنهايه حلقه الخميس، بكره ان شاء الله حلقه جديده هنكون معاكم انا وهدير الساعه 7 صباحا من حلقه صباح الخير يا مصر اليوم الجمعه. صباح الخير يا حسام، وصباح الخير على حضراتكم جميعا، ويوم سعيد وموفق باذن الله.